احنا اتعلمنا ان احنا نحل اي indeterminate structure بقى، سواء بنتكلم على beams زي ما اتكلمنا في الاول او frames، بعدين دخلنا لو بنعمل 3D frames او حتى بنعمل trusses نقدر نعمل trust كله link members. تمام، ابتدينا بعد كده نتكلم على البلاطات، اتكلمنا على الفلات سلاب، اتكلمنا على السوليد سلاب، اتكلمنا على ازاي نعمل فلات وصالد الايتابس، او ازاي ان احنا يبقى عندنا سقف بشكل الريجولر في كيرف مثلا، وازاي نرسمه على الاوتوكاد، وبعدين ناخده امبورت الكلام ده في الايتابس ونبتدي نشتغل عليه، يعني ازاي نعمل دي اكس اف فايل وبعدين ناخده في الايتابس. تمام، طيب النهارده ان شاء الله هنبدا في ال 3 دي موديلنج، ان انا بقى عايز ابتدي اجمع الكلام ده مع بعضه، يعني عايز اعمل كاميرا وعايز اعمل عمود وعايز اعمل بلاطه، عايز اعمل مبنى كامل، ويبتدي المبنى ده احط عليه الاحمال وتبتدي الاحمال دي تتوزع على العناصر بقى الانشائيه اللي موجوده في المبنى، بحل بقى المبنى كله على بعضه. تمام، وده اللي احنا هنقابله بقى سواء في البروجكت ان شاء الله السنه اللي جايه، او في البروجكت حتى اللي احنا هنعمله في الكورس ده في الاخر، او حتى بعد كده في الشغل ان شاء الله. اغلب الكلام بيبقى اورينتد ناحيه ان انا بعمل 3 دي موديل كامل. ده مش معناه ان الكلام اللي فات مش هنعمله، لا، انا احيانا كتيره بيبقى عايز مثلا ادرس بلاطه لوحدها فهبتدي اعمل الموديل بتاع الفلات سلاب او السوليد سلاب لوحدها. احيانا بيبقى عندي مصنع هول فهي عباره عن شويه فريمز بتكرر كل سبيسنج، وبالتالي بروح اعمل ال 3 دي فريمز او ال 3 دي تراسز او الارش جيردر، اي سيستم بقى من السيستمز اللي احنا بناخدها في الخرسانه. تمام، احيانا ببقى عايز احل كاميرا لوحدها، عايز اشوف كاميرا معينه، عندي مثلا مصنع ستيل وعندي مكنه عايز احطها، عايز اعرف احطها فين في الكاميرا عشان اجيب مثلا اقل ستريننج اكشنز موجوده في الكاميرا. وبالتالي كل الكلام اللي احنا درسناه هنحتاجه في الشغل، لكن الحاجه الاكتر اللي احنا هنقابلها كتير قوي هي ان انا اعمل 3 دي موديل لمكنه. تمام، طيب وده اللي احنا هنبدا فيه النهارده. طبعا مش هنخلص الموضوع كله النهارده، لكن النهارده هيبقى اول ليكتشر في الموضوع ده ان شاء الله. تمام، طيب خلينا نقول ان احنا عندنا بلان، وليكن البلان بالمنظر اللي موجود قدامنا ده في الاوتوكاد. ماشي، ده بلان سهل خالص، يعني يعتبر ريجولار بلان مستطيل، ما فيهوش كيرفز، ما فيهوش حاجه. طيب البلان ده في بعض الاعمده، يعني في شويه اعمده اللي احنا رسمنا هنا باللون الازرق دي، عندنا شويه حوائط شير وولز، عندي تو شير وولز فيرتيكال هنا، عندي تو شير وولز هوريزونتال هنا، وعندي تو شير وولز هوريزونتال تحت، وعندي سنترال كور في النص بالمنظر ده. السيستم عباره عن فلات سلاب ويز مارجنال بيمز. طيب التخانه بتاعت البلاطه الفلات 20 سنتي، والكاميرات تقريبا اللي هي السبان على بقى 10 و12، جبنا الكاميرات في حدود 25 في 70 سنتي. طيب خلينا نتفق الاول، هو انا بعمل ال 3 دي موديل في انهي مرحله؟ يعني انا عندي بروجكت، ال 3 دي موديل ده هيبقى في انهي مرحله من مراحل البروجكت؟ طبيعي ان انا في الاول بيبقى عندي لوحات معماري، بمسك اللوحات المعماري وببتدي احط ستاتيكال سيستم. الستاتيكال سيستم ده بيفرق اذا كنت بتكلم على مبنى دور او دورين، فيلا مثلا صغيره، ولا انا بتكلم على عماره 10 ادوار، ولا انا بتكلم على هاي رايز بيلدينج 30 دور و40 دور. فبتفرق، تفرق ان في المباني العاليه ببتدي اركز اكتر على العناصر الانشائيه اللي هي بتقاوم اللاترال لودز اللي زي الزلازل وزي الويند، اللي هي الفيرتيكال اليمنتس، يعني الكورز والشير وولز والفريمز والحاجات دي. لما اكون بتكلم على مبنى صغير دور ودورين، ما بهتمش طبعا ان يبقى فيه كورز وشير وولز، لكن بهتم ان انا يبقى عندي الاعمده محطوطه باورينتيشن صح، عندي فريمنج اكشن متكون وهكذا. طيب خلينا نقول ان العماره اللي قدامنا دي مثلا، وليكن العماره دي 15 دور. تمام، وبالتالي انا ببتدي ابص على المعماري اللي هو مش موجود عندنا هنا بالمناسبه. ببتدي ابص على المعماري، ببتدي اشوف هل هو حاطط لي كور في مكان كويس حوالين السلم، حوالين الاسانسير، هل هو حاطط شير وولز ولا لا، وببتدي اتكلم على التوزيع بتاع العناصر دي. لا معلش، شيل الشير وول دي من هنا، لا حط لي الشير وول دي هنا، لا الكور ده عايزين نفتح فيه فتحه، لا الكور ده عايزين نقفل الحيطه بتاعته، وهكذا. والكلام ده ان شاء الله هتكلم عليه بقى نظري في اخر محاضرتين في الكورس، اللي هي ازاي
نبتدي ان احنا نوزع العناصر الانشائيه اللي بتقام اللاترال لودز في المبنى، تمام؟ وده كمان بيجي عليه اسئله في الامتحان بتاع الفاينل، لان دي بتبقى اسئله بقى كتابيه او مسائل، فطبعا بيبقى ده اللي بنقدر نسال فيه في الامتحان بتاع الفاينل. فخليني اقول ان النهارده مش هتكلم قوي على توزيع العناصر الانشائيه، انا هتكلم ان انا عندي بلان بالمنطقه بحيث ان هي لا تتعارض مع المعماري طبعا. ابتديت اروح بقى عايز اطلع تخانه البلاطه. طيب تخانه البلاطه اما ان انا ببتدي اشوف بقى السبان قد ايه واقسمها، لو باكيه طرفيه في الفلات سلاب مثلا على 32، لو داخليه على 36، الارقام بقى اللي موجوده عندنا في الكود، لو سوليد سلاب بشوف الارقام اللي هي ال 25 و30 و36 وهكذا، وابتدي احط تخانات مبدئيه للبلاطات. التخانات دي مش هي طبعا التخانات النهائيه، لسه هنعمل ديزاين، لكن عاده لو الاحمال احمال طبيعيه، يعني لايف لود 2 كيلو نيوتن على متر مربع، وفلور كفر 2 ولا 3 كيلو نيوتن على متر مربع، غالبا التخانات دي بتطلع كويسه. طيب ببتدي امسك الكاميرات وابتدي احط الكاميرات اللي انا شايف ان ينفع تتحط as the marginal beams، وابتدي احط لها الابعاد بتاعتها. شوف الحيطه مثلا 25 سنتي، يبقى هعمل عرض الكاميرا 25 سنتي. اشوف التخانه بتاعه الكاميرا، اسبانها على 10 لو سمبل، 12 لو كونتينيوس، احيانا كمان القمر بنزوده شويه بحيث ان القمر يبقى واصل لغايه الشبابيك اللي موجوده على الواجهه، عشان ما اعملش شباك ويبقى فوقيه شويه مباني طوب وعتب فوق الشباك، وبعدين الكاميرا عاده ممكن تلاقي الشباك واصل لغايه الكاميرا يعني. فابتدي ابص مع المعماري على الكلام ده وابتدي احط الاستاتيكال سيستم بتاعي. طيب حطيت الاستاتيكال سيستم، فبقى قدامي حاجه زي المنظر اللي موجود قدامنا. طبعا انا هنا هتكلم ان كل الادوار حاجه واحده، لكن ان شاء الله في البروجكت ده ما بيبقاش كده. يعني بيبقى عندي الدور الارضي المعماري بتاعه مختلف، الدور الاول المعماري بتاعه مختلف، بعد كده مثلا ممكن عندي 10 ادوار متكرره، وبعدين اخر دور مختلف. لكن برضو للتبسيط النهارده انا بتكلم على ادوار كلها ليها نفس الاستاتيكال سيستم. عملت الكلام ده، بقى عندي statical system مقبول، ببتدي بقى اروح ابيلد ال 3D model بتاع الايتابس. تمام. طيب تعالوا بقى نعمل القصه دي، ده اللي احنا عايزين نبتدي فيه النهارده ان شاء الله. طيب ببتدي امسك الفايل بتاع المعماري وعايز اخد الكلام ده الايتابس. الكلام ده هنلاقي اكتر من طريقه، يعني هتلاقيني بتكلم على حاجه، هتلاقي المعيدين بيتكلموا ممكن بطريقه مختلفه، هتطلع بره في الشغل تسمع طريقه ثالثه، هتتفرج على فيديو على الانترنت هتسمع طريقه رابعه. في الاخر الطرق دي ما هي الا حاجات بتساعدك عشان تبيلد ال 3D موديل، ترسمه، تمام؟ لكن الاناليسيس في الاخر واحد، الاحمال اللي هنحطها واحده، لكن طريقه الرسم نفس الفكره بتاعت الاوتوكاد. انت ممكن تيجي في الاوتوكاد عايز ترسم مستطيل، ممكن واحد يرسمه بولي لاين باربع نقط، ممكن واحد تاني يرسمه ريكتانجل على طول، ممكن واحد يرسمه اربع خطوط وبعدين يبتدي يعمل لهم فلت مع بعض، ففي اكتر من طريقه للرسم، تمام؟ طيب اول حاجه انا بحب اعملها دايما ان انا ابتدي احط كل عنصر من العناصر اللي انا هاخدها للايتابس في لاير لوحدها. بمعنى ايه يا جماعه؟ بمعنى انا بحب اروح لنفسي كده اعمل شويه لايرز جديده في الاوتوكاد، وليكن مثلا اسميها، هعمل لاير اسميها ايتابس مثلا كولومز، يبقى دي لاير هبتدي ارسم فيها الاعمده، خليني احطها مثلا وليكن باللون الاخضر. هعمل لاير ثانيه اسميها ايتابس وولز، وخليها مثلا باللون السيان. ماشي، السيان. اعمل واحده كمان للسلابس، خلينا نسميها ايتابس سلابس مثلا باللون الاحمر. تمام، ممكن اعمل كده في الكاميرات، وان كانت الكاميرات انا ما بحتاجهاش قوي، هقول لكم ليه. وهبتدي اروح بقى اول حاجه على اللاير بتاعت ايتابس كولمز، وابتدي ارسم الاعمده اللي احنا هنشتغل عليه. يعني ايه؟ يعني ابتدي اعدي انا بقى في اللاير بتاعت الايتابس كولوم دي، وابتدي ارسم العمود.
فانا ممكن اخد الاعمده اللي موجوده واغير اللاير بتاعتها على طول، ده ينفع وده ينفع. عشان كده بقول لكم هو في اكتر من طريقه بقى للرسم. ادي عمود 2 3، هنا في عندي حيطه نيجي نرسمها دلوقتي. الحوائط عمود عمود في عندي شوية أعمدة داخلية. طبعا الأعمدة الداخلية دي بما إن إحنا بنتكلم على فلات سلاب، ممكن تيجي بعد كده تلاقي إن أنت عندك مشكلة مثلا في البانشنج بتاع الأعمدة. تمام، يعني ممكن تلاقي إن إحنا بعد ما نعمل الموديل بقى عندي مشكلة في البانشنج بتاعة الأعمدة، وبالتالي محتاج إن أنا إما إن أنا أكبر تخانة البلاطة، إما إن أنا أعمل دروب بانل. ولكن دروب بانل عادة في المباني السكنية بيبقى صعب قوي، يعني لأن لو مبنى إداري ممكن باعتبار إن إحنا بنعمل سقف صائب بعد كده، لكن في المباني السكنية بيبقى صعب شوية. عشان كده بنقول دايما حاول من الأول إن أنت تلتزم بالأرقام اللي موجودة عندنا في الكود، اللي هي السبان على كذا في كل نوع من أنواع البلاطات، بحيث إن إحنا نقلل المشاكل اللي ممكن تظهر لي بعد كده. وإن كان أنا بحب أعمل حاجة تانية، إنما أدرس التخانه بتاعت البلاطه من الاول قبل ما اعمل ال 3 دي موديل. طب ده يتعمل ازاي؟ انما اروح اعمل موديل منفصل للبلاطه زي بقى اللي احنا عملناه مع بعض المرات اللي فاتت، سواء على الايتابس او السيف، دور واحد فقط، واحط عليه الاحمال بتاعت الدور الواحد، وابص على 3 حلقات في البلاطه دي. ابص على البانشنج بتاع الاعمده عشان اطمن ان تخانه البلاطه دي مع الاعمده دي هتبقى ما فيهاش مشاكل في البانشنج. ابص على الديفلكشن عشان اطمن ان البلاطه هتبقى سيف ديفليكشن، وابص كمان على النيجاتيف مومنت علشان اطمن ان النيجاتيف مومنت اللي هيتحط له تسليح عند الاعمده، البلاطه مثلا ال 20 سم اللي انا فرضها هنا هتستحمله. ما الاقيش نفسي ان انا محتاج اخلي البلاطه دي 25 سم علشان النيجاتيف مومنت. لو انا اطمنت على ال 3 حاجات دول، ده معناه ان غالبا تخانه البلاطه اللي انا مستخدمها هي تخانه كويس. تمام، ولكن ده برضو مش وقته، مش هنعمل الكلام ده دلوقتي. طيب انا كده عملت الاعمده، تعالوا ندخل بعد كده على الولز ونبتدي نرسم الحوائط. هرسم كل حيطة، وهتشوفوا ده برضو ليه كمان شوية. هرسم كل حيطة عبارة عن مستطيل بالمنظر ده. تمام، وهعمل لها كمان، بس خلينا نرسم الأول المستطيلات. يعني كل حيطة خلينا نرسمها عبارة عن مستطيل. هذه هنا في حيطين، في الجنب هنا في حيطة اللي هي دي، في الجنب الناحية الثانية في حيطة. تحت في حطين. كده. وهنا في حطين. كده. والكور ابتدي ارسمه كانه بولي لاين. المنظر يبقى انا كده رسمت كمان الحوائط والكورز اللي موجود. طيب هروح بعد كده على اللاير اللي بعدها اللي هي اسمها ايتابس سلابز، وابتدي ارسم البلاطات. طيب البلاطات انا عندي هنا بلاطه مستطيله، الموضوع سهل قوي، يعني هرسم مستطيل كده. طبعا ممكن البلاطه تبقى باي شكل بقى، نبتدي نعملها بولي لاين ونبتدي نرسم البلاطه زي ما احنا عايزين. طيب لو عندي فتحات ابتدي ارسم الفتحات، ممكن نعمل لاير للفتحات نسميها مثلا gaps openings. نديها لون تاني ماجنتا مثلا، ونروح هنا على الـ tabs openings. عندي فتحة هنا عايز ارسمها من اول هنا لغاية هنا،
السلم كمان ممكن نعمله فتحة وبعدين نحط الأحمال بتاعة السلم على الحاجة اللي هي شايلاه، أيا كان بقى حيطة أو كاميرا. تمام. طيب إذا كده أنا عملت كل إيليمنت من الإيليمنتس باستثناء الكاميرات في لاير لوحدها. ماشي. تعالوا بقى ناخد اللايرز دي. يعني تعالوا ناخد اللاير بتاعة الحيطة، اللاير بتاعة الفتحة، واللاير بتاعة الكولومز، واللاير بتاعة السلاب، ونعمل لهم ايزوليت. تمام. يبقى انا كده عندي، لو جينا ناخدهم كده، ادي الشكل بتاعنا. دي الحاجات اللي احنا رسمنا، البلاطة في لاير، الأعمدة في لاير، الحوائط في لاير، والأوبننجز في لاير. طيب هعمل حاجة عشان في بعض الفيرجنز بتاعت الإيتابس بيحصل فيها مشكلة، فخلينا نعملها من دلوقتي. أجي في كل حيطة أحط لها خط في نصها، أرسم لاين كده في نص الحيطة كده. نفس الكلام بالنسبة لي الكور، حط في نص كل حيطة كده. تمام. دكتور لو صح، معلش اتفضل. معلش بس عشان النت كان قطع عندي من شوية. رسمنا البيمز عند الأعمدة ازاي؟ البيمز ما رسمتهاش خالص، يعني البيمز انا قلت مش هحتاجها، هنعرف ليه لما نروح للايتابس، فما احتجتش ان انا ارسم بيمز خالص. تمام. ماشي. طيب تعالوا بقى ناخد ده كده، كوبي بيس بوينت، ناخد مثلا اي نقطه تبقى هي البيس بوينت، نعمل فايل جديد. ونحطه عند ال 000. يبقى ده كده البلان بتاعنا، ونعمل له سيف. ما ممكن نسيفه دي اكس اف، وممكن نسيفه يعني ممكن نعمل سيف ان هو دي اكس اف او دي دبليو جي، مش ازمه، الاثنين ينفعوا. ونسمي مثلا ده ان ده 3 دي، ونقفله زي ما كنا بنعمل في البلاطات بالظبط. طيب نروح بقى نفتح الايتابس. اروح اعمل نيو موديل، هستخدم المتريك سيستم طبعا. طيب حاجه هنا، الجزء اللي يخص الجريدز انا مش محتاجه في حاجه دلوقتي. ليه؟ لان انا كل الرسم بتاعي انا عامله في الاوتوكاد، بالتالي انا مش محتاج ان انا اقسم جريد لاينز في اتجاه اكس وواي هنا. الجزء اللي يخص الستوري داتا ممكن نعمله دلوقتي، وممكن نعمله بعد ما نسحب الفايل بتاع الاوتوكاد، يعني ده ينفع وده ينفع. يعني مثلا انا ممكن اجي دلوقتي اقول والله انا عندي 15 دور مثلا، خلينا نقول ارتفاع الدور الواحد مثلا 3 متر 30، والبوتوم ستوري هايت اللي هو اول دور تحت مثلا ارتفاعه مثلا 4 متر ونص، وليكن حاجه كده. تمام. طيب وممكن ان انا اعمل بلانك، بلانك يعني انا مش عايز جريدز خالص، مش عايز جريدز في اكس وواي. ليه؟ لان انا كده كده انا راسم في الاوتوكاد وهسحب ليه الايتابس. طيب طبعا وجود الجريدز مش هيضايقني في حاجه، هي في الاخر عباره عن شويه خطوط بتساعدني في الرسم، لكن هي مش هتضرني في حاجه. لكن عاده لما بنبقى راسمين في
الاوتوكاد عاده بنختار بلانك ان انا عايز ورقه فاضيه. زي ما قلنا قبل كده، انا لو عملت رايت كليك في اي حته في البيج اللي قدامي وعملت اد اور موديفاي جريدز، اوكي طيب، ودخلت هنا في الموديفاي ستوري داتا، تقدر بقى تشوف هنا ادي الادوار، الدور البيز اللي هو القواعد يعني على منسوب زيرو، ارتفاع الدور الاول 4 متر ونص، ارتفاع كل دور من الادوار اللي بعد كده 3 متر 30. طبعا تقدر تاخدهم تسميهم زي ما انت حابب بقى، يعني مثلا ممكن تسمي الدور الاول ده وليكن الجراوند فلور مثلا، تمام، ممكن تسمي بعد كده ده الفيرست فلور، ممكن تسمي اللي بعديه سكند فلور، وهكذا وهكذا وهكذا، سمي بقى الادوار زي ما انت عايز. طيب اوكي، طبعا اول ما هتغير هنا التسميه هتلاقي اول ما بتيجي تجيب البلان هتبتدي تلاقي بقى ادي البيز، ادي جراوند فيرست سكند، وادي باقي الادوار بعد كده. طيب هروح على اول دور البيس، طبعا ده اللي هو المنسوب بتاع الزيرو، ده المنسوب بتاع القواعد، اروح على الجراوند فلور، هجيب البلان بتاع الجراوند فلور وهسحب الفايل بتاع الاوتوكاد احطه قدامي هنا. طيب ما عملناه قبل كده سواء في السيف او في الاي تابس، بنروح على فايل وبعدين بنروح على امبورت وبعدين بنروح على دي اكس اف اور دي دبليو جي فايل اوف اركيتكتشرال بلان، انا عايز اجيب اركيتكتشرال بلان. على فكره بدون ما كنت اعمل لاير لكل عمود ولكل حيطه وهكذا، احنا لو سحبنا الاركتكتشر بلان كان هيجي لنا زي ما هو، بس بحب اعمل دي حواليكوا ليه دلوقتي، لكن هيك لو سحبنا الاركتكتشر بلان اللي احنا كنا عاملينه قبل ما ندخل في موضوع اللايرز والكلام ده كان هيجي لنا فعلا زي ما هو. طيب هروح هنا على الاركتكتشر بلان، نختاره اسمه 3D. جميل. طيب اولا بيسالني اليونتس احنا رسمين بالملي ولا بالمتر، مش متذكر بس اعتقد بالمتر، خلينا نعملها بالمتر كده ونشوف. عايزين نسحب الرسمه دي فين، فانا هقول له اسحبها لي في الدور بتاع الجراوند، اذا هي بالمتر وفي الدور بتاع الجراوند. الاوريجن اللي هو الزيرو والزيرو هنجيبه زي ما هو وهندوس اوكي. هيجي لنا البلان اهو زي ما قدامنا، لو احنا وقفنا هنا كده هتلاقي النقطة دي مثلا احداثياتها 24 متر في اكس و29 متر في واي، اذا فعلا احنا رسمين بيه بالمتر. ماشي، وجالنا البلان بالمنظر اللي موجود قصادنا. تمام. طيب هنبتدي بقى نرسم. طيب تعالوا نبتدي نرسم حاجة حاجة، وليكن مثلا تعالوا نبتدي نرسم الأعمدة اللي موجودة عندنا. طيب علشان نرسم الأعمدة بعمل ايه؟ انا خلاص عامل كل عمود في لاير لوحدها، تمام، كل عمود في سوري كل الاعمده في لاير لوحدها، فاسهل حاجه ان انا اشوف الاعمده اللي موجوده واروح ارسمها كلها مره واحده. طب ازاي ارسمها كلها مره واحده؟ هنا في حاجه اسمها موديل اكسبلورر، لو فتحت الموديل اكسبلورر ده البلان فيو اللي هو اللي انا اسحبه، الاركتكتشرال لايرز اللي موجوده عندنا دي، شويه اللايرز اللي انا كنت عملتها في الفايل بتاع الاوتوكاد وجات لي هنا. تمام. طيب بصوا بقى ممكن بنعمل ايه. لو انا رحت هنا على درو كولوم، درو كولوم، طيب هروح على درو كولوم، تمام، واروح على الايتابس كولوم اللي هي اللاير بتاعت ايتابس كولوم، واعمل عليها رايت كليك، تمام، واقول له ايه بقى، واقول له اد كولوم اوبجكت، يعني رحت على اللايرز بتاعت الاعمده اللي انا رسمها وبقول له اد كولومز اوبجكت. تمام. طيب هياخد شويه وقت. رسم لي الأعمدة، كل عمود موجود في اللاير المعماري اللي احنا كنا بنتكلم عليها اترسم. لما تيجي تبص في ال 3D هتلاقي الأعمدة مرسومة،
كل واحد في السنتر بتاع العمود. سنتر المستطيل هتلاقي العمود اترسم as frame element. تمام؟ طيب كل عمود اترسم بأبعاده. يعني كل واحد من هنا تلاقي العمود اترسم بأبعاده. ممكن طبعا كنت ارسم انا كل عمود منهم وابتدي اعرف له القطاع بتاعه، لكن هنا كل الاعمده اترسمت بالابعاد بتاعتها. طب الاعمده دي اترسمت بقطاع شكله عامل ازاي وماتيريال شكلها عامل ازاي؟ تعال نشوف. يعني احنا لو وقفنا على اي عمود من دول وعملنا رايت كليك هتلاقي السكشن بتاعه اسمه اف سكشن 2 فريم سكشن 2. يعني لو وقفت على واحد تاني تلاقيه فريم سكشن 1، فهو عمل قطاعات من عنده. سهل بقى ان انا اخد القطاعات دي بعد كده اظبطها واعدلها. تمام؟ فاذنكم دقيقة واحدة. طيب اقدر بقى اخد انا الكلام ده اشوف القطاعات واظبطها. لو دخلت على ديفاين سكشن بروبرتيز فريم سكشن زي ما كنا بنظبط القطاعات قبل كده، هلاقي ان هو عامل لي قطاعين، واحد اسمه اف سكشن 1 وواحد اسمه اف سكشن 2. لو فتحنا القطاع ده اي واحد فيهم يعني، هتلاقي ان هو حاطط لك القطاع بالابعاد بتاعه الاعمده اللي موجوده في المعماري فعلا. تمام؟ سهل بقى ان احنا نيجي هنا على اسم القطاع ده وليكن اغير انا اخليه مثلا سي 250 في 600. ادخل على الماتيريال اظبط بقى الماتيريال اللي انا عايزها، يعني مثلا ال 4000 بي اس اي دي اسميها وليكن سي 30. لو انا هعمل الاعمده مثلا باف سي يو 30 اظبط القيمه بتاعت الجاما، اظبط القيمه بتاعت الاين مودرس اوف الاستيستي. تمام؟ وكمان دي حاجة هنبقى نستخدمها في الديزاين، إن احنا نظبط القيمة بتاعت الـ FCU مقاومة الخرسانة اللي هي هتبقى 30 ميجا باسكال، ولكن مش تفرق معانا حاجة في الأناليسيس دي خالص، الأناليسيس يفرق معانا الجاما ويفرق معانا القيمة بتاعت الـ E طبعا. طيب بكده أنا بقى عندي ماتيريال اسمها C 30 اخترتها أهو. العمود سميته بالابعاد اللي انا عايزها، وهنا حطيت الدبس وحطيت الواتس اللي هو كانوا مرسومين فعلا كده. القطاع الثاني اف سكشن 2 لو جينا نبص عليه هتلاقيه برده 250 في 600، ولكن القطاع نفسه ملفوف، يعني ال 600 في الدبس وال 250 في الواتس. ماشي؟ فممكن نسميه سي 600 في 250 وسي 30. اوكي، يبقى دول كده القطاعين اللي موجودين عندي. اوكي طيب، طبعا مش لازم خالص ان الاعمده دي انا التزم بالابعاد اللي موجوده عندي، ده لسه بقى العمود هيبتدي يتصمم وبالتالي انا الاعمده دي هتكبر. يعني العمود ده لو كان لدورين غير لما يبقى ل 10 ادوار غير لما يبقى ل 15 دور. فاحنا هنلعب بقى احنا في الاعمده دي ونبتدي نقول والله مثلا ده الاعمده اللي في النص دي محتاجه القطاع بتاعها يبقى اكبر، الاعمده الطرفيه دي ممكن يبقى اصغر، الاعمده الايدج ممكن يبقى كذا وهكذا. طب نقدر نطلع ابعاد مبدئيه للاعمده وانا بعمل 3 دي موديل في الاول من قبل ما احط عليه الاحمال واحل والكلام ده؟ اه ينفع. ماشي؟ هنبقى نقولها برده، بس احنا زي ما قلنا النهارده بس عايزين نبلد الموديل، نكون الموديل، لكن لسه مش هنتكلم في موضوع التصميم ده دلوقتي. دكتور ممكن اسال سؤال بالنسبه للاعمده؟ اتفضل. طبعا اكيد. لما نيجي نعمل ديفاين للكولوم بيبقى في اختيار تحت اللي هو انكلود ريجيد زون. اه ممكن تشرح لنا الاختيار ده؟ هنلاقي عندنا هنا في حاجه اسمها انكلود اوتوماتيك ريجيد زون اريا اوفر كولوم، ان هو بيجي على المنطقه بتاعه البلاطه اللي فوق العمود ويعملها ريجيد زون، يعملها بتخانه كبيره. طيب الكلام ده انا مش محتاجه ليه؟ لان انا في الاخر عندي العمود بالابعاد بتاعته. تمام؟
وانا مش هستفيد بحاجه بالريجيد زون. الريجيد زون دي كاني بالظبط عندي اكتر من نقطه موجودين في المنطقه اللي هي فوق العمود، وانا عايز اربطهم كلهم بالسنتر بتاع العمود. انا ما بحبش قوي موضوع الريجيد زون، لان اي حاجه فيها كونسترين زي ده بتعمل شويه مشاكل. طيب لكن ده يفيدني في ايه؟ يفيدني مثلا ان انا لو عندي كاميرا، الكاميرا دي جايه واصله لغايه نقطه معينه في العمود، مش لغايه السنتر لاين، هتتفهم ان هي واصله لغايه السنتر لاين بتاع العمود. لكن انا لما حاجه ارسم كاميرا زي ما هنشوف كمان شويه، هرسمها لغايه السنتر لاين بتاع العمود، وبالتالي موضوع الريجيد زون ده مش هيفرق معايا في حاجه خالص. تمام. طيب بكده انا رسمت الاعمده، تعالوا نرسم حاجه تانية. تعالوا نروح نرسم السلاب. ماشي. طيب السلاب بنفس الطريقه، انا فاتح قدامي الموديل اكسبلورر ده. طبعا انا ممكن ارسم البلاطه بمستطيل عادي خالص، يعني اجي هنا ارسم درو ريكتانجلر واقوم راسم البلاطه من اول النقطه دي لغايه النقطه اللي موجوده الناحيه الثانيه، زي ما برسم بلاطه مستطيل عادي خالص. طيب وممكن ارسم عن طريق برضو الموديل اكسبلورر. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ هروح على درو فلور. تمام. طيب اختار من هنا القطاع بتاع البلاطه اللي انا عايز ارسم بيه البلاطه. طبعا انا لسه مش معرف قطاعات للبلاطه، فممكن اروح على ديفاين سيكشن بروبرتيز سلاب سيكشن اد نيو بروبرتي. البلاطه اللي عندي بلاطه 20، ولكن مثلا هسميها اس 20 سي 30 الماتيريال، والتخانه بتاعتها هتبقى 200 مللي. اوكي، بقى عندي قطاع اسمه سلاب 20. طيب اجي هنا في الدرو، اروح هنا اختار اس 20، يبقى البلاطه اللي هترسم دلوقتي تخانتها 20 سم. طيب اروح هنا على ايتابس سلابس، رايت كليك عليها واقول له اد اريا اوبجكت. هيعمل ايه؟ هيجي على اللاير اللي اسمها ايتابس سلابز ويخليها لنا بلاطه. لو جينا وقفنا هنا وعملنا رايت كليك عليها هتلاقيها سلاب متعرفه بالقطاع بتاع الاس 20. طيب عايز ارسم الفتحات بتاعه البلاطه، مفيش مشكله، ممكن اروح على درو ريكتانجلر وابتدي ارسم الفتحه بتاعت البلاطه واعرفها ان هي اوبننج. برضو الاسهل هروح هنا على درو فلور، اختار من البروبرتي بدل بقى اس 20 اختار اوبننج، انا عايز ارسم فتحه، واروح هنا على ايتابس اوبننجز رايت كليك عليها واقول له اد اريا اوبجكت، زي ما عملت في البلاطه بالظبط، بس بدل ما انا بعرف قطاع بلاطه بعرفها ان هي اوبننج. طيب هيبتدي يعمل لي ايه؟ هيرسم لي الفتحات بتاعت البلاطه زي ما انتم شايفين كده قدامنا. وبكده انا رسمت كمان السلاب والاوبننجز. طيب هروح على بعد كده الايتابس تولز. تمام. طيب دي بقى اللي مش دايما، مش كل الفيرجنز الموضوع بينفع فيها، عشان كده هقول لكم موضوع الخط اللي احنا رسمناه. لو انا وقفت على ايتاب سولز ورايت كليك عليها وقلت له اد وول اوبجكت، زي ما عملت في اد كولم اوبجكت، زي ما عملت في اد اري، لو انا قلت هنا اد وول اوبجكت لو جينا كده عملنا 3 دي، هتلاقي كل حيطه من الحوائط هو رسم لها شيل المنت في نصها. لو جينا كده انا اسف لو عملنا زوم، هنيجي هنا نلاقي لو انتم شايفين ده القطاع اللي هو المعماري او الانشائي، يعني اللي انا كنت ساحبه من الاوتوكاد، هو جه في النص بالظبط وحط لنا حيطه شيل المنت بالمنظر اللي موجود قصاده. طيب الشال المنت دي الحيطه دي تخانتها قد ايه؟ يعني انا لو على واحده فيهم وعملت رايت كليك هلاقيه مسمي لي القطاع بتاعها وول 1، هو عمل قطاع من عنده سماه وول 1. طب هنا
عمل قطاع من عنده سماه وول 1، طب نشوف دي وهكذا. طب ما تيجي نشوف يعني ديفاين سيكشن بروبرتيز ونروح نشوف الوول سيكشنز. هو عمل قطاعين، واحد اسمه وول 1 واحد اسمه وول 6. ايه الفرق بينهم؟ وول 1 هو قطاع التخانه بتاعته 250 مللي، وول 6 هو قطاع التخانه بتاعته 300 مللي. فواضح ان في حوائط من دي كانت 250 وحوائط كانت 300. انا ما بحبش اسميهم كده، يعني احب مثلا وول 1 ده اقوم جاي مسميه W 12 مثلا، والخرسانه اللي هي الـ C30. طيب اوكي، نفس الفكره برضو بتاعت انكلود اوتوماتيك ريجيد زون فوق الحيطه. لو انا عايز اعمل جزء ريجيد اي حاجه موجوده فيه تتربط مع الحيطه، وال 6 دي هخليها W 30 300 مللي اهي. اوكي طيب، عايز اعرف انهي حيطه من الحوائط دي هي اللي 30. اقدر اعرف؟ سهله قوي. ازاي؟ روح على سيلكت، سيلكت الثاني، سيلكت باي بروبرتيز، يعني انا عايز اسيلكت حاجه بالبروبرتيز بتاعتها. طب انا عايز اسيلكت الحوائط، فهروح على الوال سيكشنز. طب انا عايز اسيلكت الحوائط اللي التخانه بتاعتها 30 اللي هي دبليو 30، واعمل سيلكت. فهو كده عمل سيلكت على الحوائط اللي التخانه بتاعتها 30 اللي هي غالبا الكور. عايز اتاكد ان مفيش حاجه ثانيه غير الكور، رايت كليك هنا في اي حته كده واقول له شو سيلكتد اوبجكتس اونلي، وريني بس الحاجات اللي معمول لها سيلكشن. هتلاقيني فعلا الحوائط بتاعت الكور هي اللي 30 سم. نقدر نرجع نتاكد كده من الاوتوكاد هل فعلا هنا دي 30 سم؟ دي 30 سم. طب الحوائط الباقيه التخانه بتاعتها 25 سم. فخلاص هو فهم الكلام ده، حط لي كل حيطه بالتخانه بتاعتها. رايت كليك برضو في اي حته تاني كده وقول له شو اول اوبجكت، لان انت كنت موريني الحاجات اللي معمول لها سيلكشن، وريني كله دلوقتي. ماشي؟ طيب احيانا لما بنيجي نعمل الحوائط من هنا من الايتاب سولز ما بتظبطش معايا. في بعض الفيرجنز في الايتابس كده، علشان كده انا قربت منكم ايه من شويه، قلت لكم واحنا بنرسم خلينا نحط في نص كل حيطه خط. يعمل لي ايه بقى الخط ده لو الطريقه دي ما نفعتش معايا؟ يعني مثلا على حيطه زي دي اللي هنا انا هشيلها همسحها انت ديليت، وتعالوا نروح هنا تاني. لو سمحت معلش، اتفضل. احنا كنا مدخلين الوول في الدي اكس اف كبولي لاين، بولي لاين او مستطيل، يا بولي لاين يا ريكتانجل. يعني انا كنت راسم الحوائط المستطيله مستطيل، كنت راسم الكور بولي لاين. طيب اوكي، تعالوا بقى الاول الطريقه دي ما نفعتش في رسم الحوائط، بعمل ايه؟ بروح ارسم انا حيطه بنفسي. يعني اروح هنا اقول له درو وول، اوكي، اختار من هنا البروبرتي بتاعت الوول اللي هي مثلا W 25، وابتدي ارسم من الخط ده من النقطه دي للنقطه دي حيطه. تمام كده؟ ارسم انا الحيطه بنفسي. لما اروح لل 3 دي الاقي الحيطه اترسمت. فلو الطريقه بتاعت الموديل اكسبلورر ما نفعتش في الحوائط، نبقى احنا من الدي اكس اف فايل راسمين خط في نص كل حيطه بحيث ان انا ارسمها على الخط ده على طول. طيب احيانا دي بتنفع واحيانا دي بتنفع، فانا قلت لكم بس الاثنين علشان لو حصل مشكله في دي نعرف نعمل بيها. طيب طريقه الموديل اكسبلورر فيها ميزه طبعا، ان انت اي شكل بقى من الاشكال خلاص هو هيرسمه. يعني بلاطه شكلها في هنا مثلث وفي حته فيها كيرف وبتاع، خلاص هو انت جايبها من الاوتوكاد كده هتتظبط هنا على طول. الاوبننجز بدل ما اقعد ارسم فتحه فتحه، خصوصا في البلانز الكبيره عندي مثلا 20 فتحه، بدل ما اروح اقعد ارسم فتحه فتحه، خلاص انا باجي هنا اقول له ايتابس اوبننجز ارسمها لي، بيقوم راسمها كلها. لو انا عندي مشروع كبير، المشروع هنا كل اللي عندنا فيه مثلا ايه 12 عمود ولا 20 عمود، لكن في حاجات تانية ممكن يبقى عندي 100 عمود في البلان، فبدل ما اروح ارسم عمود عمود، لا خلاص انا بقول له هنا الكولمز ارسمها لي كلها. بس بتحتاج مننا انهانسمنت شويه، يعني هو رسم لي الاعمده محتاج اروح
اتاكد ان القطاعات بتاعه الاعمده اتعملت صح، اسمي القطاعات بتاعه الاعمده زي ما انا عايز، القطاعات بتاعه الحوائط زي ما انا عايز، وهكذا. تمام. السبورتس اللي تحت هو اوتوماتيك بيعملها هينجد. طب انا عايزها هينجد ولا فيكسد؟ حسب بقى. عاده لما بنبقى عاملين قواعد ايزوليتد بنسيب السبورت هينجد، لكن لو عاملين لبشه رافت يعني بنعملها فيكسد. عاده في المباني العاليه هتلاقينا بنعمل القواعد فيكسد، لان القواعد الايزوليتد هتبتدي تكبر مني تدخل في بعضها، فغالبا بنروح للحل بتاع الرافت، الا طبعا لو كان عندي البيرلين كاباسيتي بتاعت السويل عاليه جدا. يعني عادة لو بنتكلم على 15 دور في بيرنج كاباسيتي اللي هي 2 ولا 1.5 كيلو جرام على السنتيمتر المربع، عشان تبقوا متخيلينها البيرنج كاباسيتي اللي هي 2 كيلو جرام على سنتيمتر مربع دي اللي هي 20 طن على المتر المربع. يعني كأن كل متر في متر من السويل هيقدر يستحمل وزن فوقيه 20 طن. عادة لو عندي 15 دور مع البيرنج كاباسيتي دي هتلاقينا بنروح للحل بتاع الرفت. لكن لو كانت البيرنج كاباسيتي دي مثلا على صخر، المبنى معمول على صخر، البيرنج كاباسيتي ما بتبقاش بقى 20 طن متر مربع، ممكن توصل ل 70 و80 و90، ممكن تلاقينا بنعمل حتى في المبنى الكبير ده ايزوليتد فوتنج. لكن المباني العاليه الهاي رايز بيلدينجز اللي بتتعمل دلوقتي في مصر، سواء مثلا في العاصمه الاداريه في العالمين، الحاجات دي كلها معمول على رافت، لان الارتفاعات اكتر من كده، احنا بنتكلم في ارتفاعات 30 دور و40 دور واكتر من كده، فكلها بتبقى على رافت. احيانا بقى بنلاقي كمان ان هي بتبقى على رافت اون بايلز، يعني رافت وتحتيها كمان بايلز. تمام. طيب فانا بس بقول هنا، خلينا نفترض ان السيستم بتاعنا بتاع القواعد عباره عن لبشه، فهنروح في البيز نعلم على كل البوينتس اللي موجوده عندي ونقول له اساين جوينت ريسترينز وخليها لنا فيكسيشن، بدل الهينج سبورت خليها فيكسيشن. طيب وصلنا لهنا، انا عملت دور عايز اعمل الكمرات بتاعته، عايز اعمل الكمرات بتاعه الدور ده. كان ممكن ابقى راسم الكمرات دي في الاوتوكاد، بس الكاميرا تترسم ازاي؟ تترسم بخط في السنتر لاين بتاع الكاميرا. يعني ممكن كل كاميرا من الكاميرات ابقى عاملها خط في السنتر لاين بتاع الكاميرا، واجي هنا ابتدي ارسم على الخطوط اللي موجوده عندنا دي. طيب انا ما بفضلش قوي دي لسبب ان انا سهل ان انا ارسم الكاميرات هنا. يعني تعالوا دلوقتي انا عايز ارسم الكاميرات اللي عندنا كلها 25 في 70، فانا اروح اعرف لها سيكشن الاول، اعمل add new property rectangular section، خلينا نسميه v 25 times 70 c 30، الدبس بتاعها 700 والويتس بتاعها 250. اوكي. وتعالوا نروح نرسم فريم اليمنت اهو، نختار من هنا البروبرتي اللي هي لسه عاملينها حالا 25 في 70 ب 25 في 70 ماشي، وابتدي انا ارسم. طب ارسم ايه؟ هقوم جاي راسم والله من النقطه دي للنقطه دي كاميرا ما بين الحيطه دي والحيطه دي اهي، يبقى انا كده رسمت هنا بيم. طيب ابتدي ارسم ما بين الاعمده، يعني هنا مثلا من السنتر بتاع العمود، ادي الجوينت بتاعت العمود لغايه الجوينت بتاعت العمود. بس عايزين نجيب الجوينت علشان اهي دي الجوينت اللي هي باينه مربع، دي كاميرا، وهكذا هروح للجوينت بتاعت العمود اللي بعدها اهي، وبعدين اروح للجوينت بتاعت الحيطه اهي. طيب جوه الحيطه طبعا مش همشي بكاميرا دي، كده كده حيطه خلاص، فممكن اعمل رايت كليك كده عشان اخرج بس من الامر بتاع درو وارجع اكمل تاني من اول الجوين دي لغايه الجوينت بتاعت العمود، واروح بعد كده نفس الموضوع هنا الجوينت دي دي دي
دي، وبعدين رايت كليك عشان ما بكملش جوه الحيطه، وارجع اكمل تاني من هنا لغايه سنتر العمود. تمام. دايما وانا برسم الكاميرا هرسمها لغايه سنتر العمود مش لغايه طرف العمود، ماشي؟ برضو ليه؟ لان هي لو اترسمت لغايه طرف العمود في الفيرجنز الجديده بتاعت الايتابس من اول اعتقد 18 بقى بياخد اي حاجه جوه المحيط بتاع العمود ياخدها اوتوماتيك بكونسترين بسنتر العمود. يعني ايه كونسترين؟ يعني بيربط الحركات بتاعتها مع الحركات بتاعت سنتر العمود، وبالتالي حتى لو الكاميرا مش واصله لغايه سنتر العمود، واصله لغايه اي نقطه في العمود نفسه، فهي كانها مربوطه بسنتر العمود. لكن في الفيرجنز اللي قبل كده ده ما كانش بيحصل، فكانت لو الكاميرا مش واصله لغايه سنتر العمود كنت هتلاقي ان الكاميرا مش حاسه بالعمود اصلا، كان الكاميرا دي متحمله على البلاطه مش متحمله على العمود. منعا للخبطه والمشاكل دايما وصل الكاميرا لغايه سنتر العمود زي ما انا عملت. طيب دكتور معلش، اتفضل. كيف النسخ الجديده مش هنحتاج نلجأ اللي هو للريجيد لينك والكلام دوت صح؟ المفروض انا هكمل بس عند وش العمود. في النسخ الجديده مش محتاج ان انا اعمل كده، حتى انا سايب دي للاخر، ماشي؟ لكن برضو انا يعني ايه، خلينا نقول انا من المدرسه القديمه شويه، الحاجات اللي يعني اللي انا عارف ان هي بتتعمل بعملها. يعني ما بحبش اسيب حاجه قوي للبروجرام هو اللي يعملها غير لما اكون متاكد 100% ان هي بتتعمل صح. طب ممكن حضرتك يا دكتور يعني تورينا بس المثال، لو عندي مثلا عمود كبير فكده الكاميرا مش هتيجي على نص السنتر اللاين بتاع اهو زي ما انا العمود. هعمل حالا اهو. ماشي، يا ريت حضرتك. طيب تعالوا بقى هنا. هنا لو انا ابتديت ارسم من الحيطه، هنا انا اللي هلاقيه ان الكاميرا مش هتوصل لغايه السنتر بتاع العمود، السنتر بتاع العمود موجود هنا. تمام؟ طيب فانا لو حاجه زي كده اعمل ايه؟ قدامي اكتر من حاجه. انا هبقى ميال لحل ما بيعجبش ناس كتير، بس انا ببقى ميال لده، ان انا همسك من السنتر بتاع الحيطه اوصل بالسنتر بتاع العمود على طول. دي كده الكاميرا. هيجي واحد يقول لي بس اصل هي كده الكاميرا مش افقيه، مش هتفرق معايا اي حاجه. يعني في الاناليسز الميل الخفيف اللي حصل في الكاميرا ده مش هيأثر في اي حاجه. بس انا هنا عملت ايه؟ انا كده مطمن ان الكاميرا واصله من السنتر بتاع العمود لغايه، سوري، من الحيطه لغايه السنتر بتاع العمود. ده حل، انا بميل للحل ده اكتر. طيب في حل تاني ايه هو؟ تعالوا نجربه هنا. ان انا اقوم جاي راسم الكاميرا من هنا، اخليها افقيه عاديه خالص، ادي الكاميرا افقيه عاديه خالص كده، كاميرا افقيه، واروح ارسم درو لينك. تمام؟ وارسم لينك من اول هنا لغايه الكاميرا. تمام؟ طب انا عايزه مثلا يقطع الكاميرا عمودي على الكاميرا، ففي عندنا جوه درو السناب اوبشنز زي بتاعت الاوتوكاد كده، خلينا نختار البربنديكولار بروجكشن، يعني يبقى عمودي على الكاميرا. انا رسمت لينك ما بين سنتر العمود وما بين الكاميرا، اعلم عليهم كده هما الاثنين، اقول له ايديت وايديت فريمز وديفايد، اقسم لي الفريم، يعني اقسم لي الفريم عند التقاطع مع الفريمز التانية علشان بس الحتة دي امسكها اشيلها. كده انا بقى عندي ريجيد لينك ما بين سنتر العمود وما بين الكاميرا. طيب الريجيد لينك ده ليه بروبرتيز انا اللي بحددها، يعني انا عايزه يربط لي ايه؟ يعني عايز النقطة دي والنقطة دي يبقوا مربوطين في ايه؟ يا ترى في الحركة اللي هي بتاعت واي، ولا يا ترى في الحركة بتاعت اكس، ولا يا ترى في الروتيشن، ولا ايه بالظبط؟ فدي بنظبطها في الديفاين بقى، سيكشن بروبرتيز لينك. انا عايز اتحكم في البروبرتيز بتاعت اللينك. طب انا عندي لينك واحد اسمه لينك 1، هو ده اللي انا رسمه، بقول له بقى، بيجي هنا يسالني الدايركشنال بروبرتيز، يعني عايز تربط ايه؟ تمام؟ عايز تربط يو 1 ولا يو 2 ولا يو 3، ار 1 ولا ار 2 ولا ار 3. انا عايز اربط كل الحركات، عايز اخلي النقطتين دول
بما ان هم فعلا جوه العمود فهم مربوطين مع بعض بكل الحركات، لان العمود ده حاجه فيري ريجيد، فالنقطتين اللي جوه العمود دول مربوطين مع بعض، مش هينفع يتحركوا مع بعض في حركات مختلفه، لازم هم الاثنين يتحركوا في اكس مع بعض، في واي مع بعض، في زد مع بعض، وهكذا. اوكي، وده كده كاني بالظبط عملت حاجه فيري ريجيد ما بين النقطتين دول. ده حل تاني. فاحنا كده شفنا حلين، حل ان انا ارسم الكاميرا على السنتر على طول، وحل ان انا اعمل ريجيد لينك. تعالوا بقى نجرب حاجه كمان. تعالوا نيجي هنا نرسم كاميرا من اول هنا افقيه عاديه خالص اهي، تمام، لغايه هنا. انا رسمتها لغايه اي نقطه جوه العمود، وانا عملت ريجيد لينك، وانا عملت اي حاجه، ماشي. وهنشوف الكلام ده كله بقى في الحل وضعه عامل ازاي. وهنا مثلا نرسمها بقى لغايه السنتر على طول. هنا في عندنا كاميرا من هنا لهنا. طيب في كاميرات تاني؟ اه، كان في كاميرا هنا يمين وشمال الفتحة. هرسم من نهاية الحيطة هنا لنهاية الحيطة هنا كاميرا، والناحية التانية نفس الكلام، هرسم من هنا لهنا. ماشي، لغاية هنا أنا يعتبر عملت دور واحد. قبل ما أكمل أنا عايز أطمن إن الدور ده هيتحل بدون مشاكل. ليه؟ علشان ما أعملش مبنى كبير ياخد وقت في الحل، يطلع جواه مشاكل مكررة، لأن المشكلة اللي هتبقى موجودة معايا في الدور ده هتتكرر في الدور اللي جاي، وفي الدور اللي بعده، وفي الدور اللي بعده، وهكذا، فيبقى عندي مشاكل كتير أنا مش عارف أحلها. لا، أنا عايز أران الموديل دلوقتي بحيث لو في مشكلة قدامي تظهر لي دلوقتي أحلها في الدور ده قبل ما أبتدي أكرر باقي الأدوار. طيب تعالوا نعمل الكلام ده. قبل طبعا ما نرن عايزين نظبط الماشنج بتاع البلاطة وبتاع الحوائط، تمام. طيب فمحتاجين نعمل إيه؟ محتاجين نعلم على البلاطات والحوائط، وندخل على assign وبعدين شيل، مره فلور ومره وول. طيب هدخل الاول على الفلور، اتاكد ان هو معمول ديفولت، ان هو مش متقسم باي طريقه تانية، تمام. اوكي، وبعدين سيلكت تاني ده، ادخل على شيل تاني بس المره دي على الوول مش على الفلور. طيب واقول له ريكتانجلر ماشي. طيب لو انا سبتها ديفولت في الحوائط فالحوائط مش هتتقسم، هتتساب كانها شيل اليمنت واحده كبيره، وده ما ينفعش. انا عايز الحوائط تبقى متقسمه زيها زي السلابس، اللي زي ما قلنا التقسيمه تبقى من نص متر لمتر تقريبا. فهقول له اد ريكتانجلر ماشي، قسم لي الحوائط ان هي تبقى ريكتانجلر ماشي. طيب كمان كنا بندخل لو تفتكروا في اساين علشان نقول ان احنا عايزين تقسيمه البلاطات ديفولت، وبعدين بندخل في انالايز علشان نختار التقسيمه تبقى كام. فلما ادخل في انالايز برضو مره على الميش بتاع الفلور ومره على الميش بتاع الوولز. هدخل على الميش بتاع الفلور، هختار اما جنرال ميش او ريكتانجلر ميش، الاثنين ينفعوا. هختار الابروكسيميت سايز، قلنا من نص متر لمتر، فخلينا اختار نص متر. هدخل تاني في انالايز بس المره دي في الوولز، نفس الكلام، اختار الابروكسيميت سايز من نص متر لمتر. ده كده بس عشان اطمن ان هي هتتقسم. طيب تعالوا نعمل سيف للكلام ده. ده 3D. ماشي. تعالوا نعمل run. طبعا هو دلوقتي هيحل على ايه وانا ما عنديش احمال، هو جاست هيحل على الاون ويت بتاع المبنى، ماشي، وده كافي لان هو يعرفني اذا كان المبنى فيه مشاكل ولا ما فيهوش مشاكل، في حته طايره، في حته مش محلوله، في ايرورز هتطلع.
تعالوا بقى نبص كده. خلونا الأول نقفل اللاير المعماري، يعني من set view options ممكن نروح على architectural plan layers أقفلها بحيث إن هي ما تبقاش ظاهرة. تمام. طيب تعالوا أول حاجة كده نبص على موضوع الكاميرات اللي إحنا عملناها مع الأعمدة. يعني هنا أنا لما وصلت الكاميرا بالسنتر بتاع العمود، فالكاميرا واصلة لغاية سنتر العمود أهي، الكاميرا بتديفلكت مع البلاطة، بيحصل لها ديفورميشن مع البلاطة. تمام. لما عملت موضوع الريجيد لينك اللي هو اللي موجود الناحية التانية، نفس الكلام، الكاميرا حاسة بيه البلاطة عادي خالص. لما عملت الموضوع التالت كنا عملناه هنا، مش هنا، هنا، ادي الكاميرا اهي. الكاميرا مش واصلة لغاية سنتر العمود، لكن هل هي حاسة بالعمود ولا لا؟ تعالوا نعمل ستارت انيميشن واحنا نشوف. شايفين الكاميرا ما بتتحركش، يعني ما فيش اي حركة خالص بتحصل فيها، وده معناها ان هي حاسة فعلا بالسنتر بتاع العمود، حاسة ان هما الاتنين دول ان هما حاجة واحدة. ماشي. طيب فعلشان كده انا بقول دلوقتي ان هو في الفيرجنز الجديدة لو احنا حتى رسمنا الكاميرا بأي منطقة جوه العمود فهو هيحس بيها، مش محتاجين ان احنا نعمل فيها اي حاجة تانية. ولكن انا واحد من الناس، لا انا بحب دايما ان انا ابقى عامل الحاجه بنفسي، فاما ان انا بوصل الكاميرا بالسنتر بتاع العمود فعلا، واما ان انا بروح اعمل موضوع الريجيد لينك. لكن ينفع ان احنا ما نعملش كده؟ اه ينفع. ماشي. دكتور ممكن بس اقول حاجه؟ اتفضل. بالنسبه لحوار الليجيد لينك دوت، فهو بس لو هدخله مانيوال على كل الاعمده هيبقى هياخد وقت كبير شويه، فممكن اعمل مثلا الكلام دوت على الدي اكس اف وادخله اعمل له يعني زي ما عملت البلاطه كده. ممكن طبعا، جميل بس قوي. خد بالك انا ما بحتاجش الموضوع ده في كل ال يعني ما بحتاجش الموضوع ده في كل الاعمده. يعني انا في اعمده هلاقي ان انا بعرف اوصل بالسنترز بتاعتها زي ما عملنا في كل الاعمده دي، يعني مش بالظبط. كل الاعمده اقصد ان هي هتحتاج موضوع الريجيد لين. وبكل بالظبط. امانه انا لو الفرق عندي مش كبير، لا انا بعمل على طول العمود الكاميرا لغايه سنتر العمود، ما بحتاجش ان انا اعمل حاجه تانيه يعني. ماشي. تمام. ممكن اشوف الكلام ده في الدي اكس اف واظبطه يعني. ممكن طبعا، مفيش مشكلة خالص. شكرا حضرتك. نفع ايه ده طبعا. طيب لغاية دلوقتي يا جماعة في مشاكل؟ حد عنده أي مشكلة؟ طيب جميل. ماشي. دكتور، اتفضل. هو الاوبننجز حواليها لازم حواليها كاميرات صح؟ بص، الطبيعي ان احنا بنعمل حوالين الاوبننج كاميرات. ليه؟ لان انا لو جيت هنا وما حطيتش كاميرا حوالين الفتحه هضطر احط فواتير، يعني لازم اعمل تكثيف للحديد هنا حوالين الفتحات. اخدتوا الكلام ده في الفلات سلاب، ان حديد البلاطه اللي هيبقى جاي هنا وهيتقطع بالفتحه لازم تاخده تكثفه يمين الفتحه وشمال الفتحه. فلما بتعمل كاميرا خلاص انا مش محتاج ان انا اكثف الحديد، لان الكاميرا كلها حديد، وبالتالي كاني فعلا كثفت الحديد يمين وشمال الفتحه. فلو انا ما حطيتش الكاميرا ينفع؟ اه طبعا ينفع، بس هنحتاج ان احنا نعمل فواتير فتتحسب وتتحط طبقا للكلام اللي احنا درسناه في الخرسانه. تمام، شكرا يا دكتور. عفوا على ايه، تحت امرك. ماشي جميل. طيب احنا كده وصلنا ان احنا عملنا دور من الادوار. تعالوا بالمرة نحط عليه الأحمال بتاعة الداد والأحمال بتاعة اللايف، تمام، علشان نبقى عملنا كل حاجة في الدور ده. يعني أعلم على البلاطة، وتعالى قبل الأول ما نحط الأحمال تعالى نظبط اللود باترنز. يعني تعالى نروح هنا على اللود باترنز ونشوف هنعمل إيه لود باترنز. طيب وليكن أنا هعمل الكيس بتاعة الداد يبقى فيها الأون ويت بس، فدي الكيس الوحيدة اللي السيلف ويت مالتبلاير بتاعها هيبقى بواحد.
هعمل كيس تانية للفلور كفر مثلا الفينش واخليها سوبر ديد، سيلف ويت مالتبلاير بتاعها بزيرو. هعمل كيس كمان للحوائط وولز، تمام، واقول له اوكي يبقى انا عندي كيس للديد اللي هي الاون ويت، كيس لللايف، كيس للفلور كفر، كيس للوولز. اوكي اساين شيل لودز يونيفورم. الديد هيبقى فيه اون ويت بس فمش هحط فيه حاجه. فلور كفر خلينا نقول مثلا ان الفلور كفر 2 كيلو نيوتن بير متر سكوير. ابلاي. خدوا بالكم وانتوا بتحطوا الاحمال دايما الاحمال بتتحط على السلابز، ما فيش احمال تتحط على الاوبننجز، لان دايما لو حطيت الاحمال على الاوبننجز بيبتدي يطلع لك شويه مشاكل، بيطلع شويه ويرنينجز وهو بيحل، لان هو فاهم ان دي فتحه ما ينفعش يتحط عليها حمل. طيب هنروح بعد كده للوولز. الوولز وليكن مثلا هقول الاحمال الموزعه بتاعه الحوائط 3 كيلو نيوتن على المتر المربع طبقا للحوائط اللي بتبقى موجوده. ابلاي. اروح تاني على البلاطه اختار اللايف، احط اللايف لو ده مبنى سكني يبقى اللايف لود 2 كيلو نيوتن على المتر المربع. طبعا اقدر اتاكد عشان ما اكونش حطيت حمل على حمل ولا عملت مشكله، رايت كليك على السلاب، روح على اللودز، هلاقي الفلو كفر 2، اللايف لود 2، الوولز 3، وكده اكون حطيت الاحمال بتاعه الحوائط والفلور كفر والوولز، واتطمنت ان الموديل اللي قدامي ما فيهوش مشكله، ما فيش عمود طاير في الهواء، ما فيش بلاطه مش ماسكه، الفتحات موجوده، الحوائط موجوده معمول لها ميشنج، اتطمنت كده ان الموديل ما فيهوش مشكله. تمام. بمنتهى البساطه بقى، ودي احد اكبر المميزات اللي موجوده في الايتابس مش موجوده في الساب مثلا، ان انا اقدر امسك ده كله على بعضه كده، الدور ده كله على بعضه، تمام، واروح اعمل له ريبليكيت، اقول له ايديت ريبليكيت واكرره. انا لو مسكته دلوقتي وكررته هيكرره لي بكل السبورتس اللي موجوده، فايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان كل دور من الادوار هيبقى فيه فيكسيشن، وبالتالي المبنى مش هيتحل. طيب فانا دي سهل ان انا اعملها، اخد المبنى كده لفه بحيث ان انا اقدر اسلكت كل حاجة، حوائط وأعمدة وكله، ببلاطات بأوبننجز بكاميرات بكله، ولكن بدون ما أدخل معايا السبورتس اللي تحت. أقول له إيديت، أقول له ريبليكيت ستوري. طيب هو الريبليكيت مش موجود في الساب؟ لا موجود في الساب، بس الساب بيريبليكيت بدون فهم. يعني إيه بدون فهم؟ يعني أنا عندي ارتفاع الدور الأرض 4.5 متر، لو قلت له خد ده وريبليكيت كل 4.5 متر، هياخده يريبليكيت كل 4.5 متر. طب كل 3 متر هياخده يريبليكيت كل 3 متر، فهيحصل اوفرلاب ما بين الاعمده بتاعت الدور الارضي والاول والاعمده بين الاول والثاني وهكذا، لان ارتفاعات الادوار عندي مش زي بعض. لكن الايتابس عنده ميزه بصراحه، ان انا لما باجي ريبليكيت انا عايز ريبليكيت الدور بتاع الجراوند بس من اول الفيرست لغايه ال 15. فالدور بتاع الجراوند ارتفاعه 4.5 متر، بقية الأدوار 3.30 متر، هو هيفهم ويريبليكيت الأدوار 3.30 متر. فدي ميزة في الإيتابس مش موجودة في الساب. هقول له أوكي، قبل حتى ما بدوس أوكي أهو، أول ما بعمل كده بيبتدي يرسم لك الدوتد لاينز، يوريك الشكل هيبقى عامل إزاي. أوكي، ياخد شوية وقت طبعا لأن بيريبليكيت الكلام ده 15 دور. إذا هو كده عمل ريبليكيت. طيب تعالوا كده نجرب نحل ونشوف. دكتور، طب حاجة زي دي 15 دور يعني طويلة، مش المفروض آخد أحمال زلازل ورياح معايا ولا إيه؟ آه طبعًا. إحنا دلوقتي لسه بنحط بس الأحمال الفيرتيكال. موضوع بقى الويند والسايزميك ده
انتوا درستوا اصلا في الخرسانه السايزميك لودز والويند لودز ولا لسه؟ لا هو لسه ما اتكلمناش في الخرسانة عنده. طيب، هي الفكره ان احنا الكلام ده انتوا بتاخدوه في الخرسانه، بس غالبا غالبا بيبقى السنه اللي جايه، مش السنه دي، ماشي؟ لان هو محتاج شرح كتير. يعني انت اعتقد في الخرسانه بتقدروا تتكلموا فيه حوالي 3 مرات مثلا او حاجه، ماشي؟ فعلشان كده احنا ما بنقولوش في الكورس بتاعنا. لكن انا برضو بعمل حاجه دايما مع الناس، يعني هقولها لكم، ولكن هقولها لكم بدون ما نمتحن فيه، يعني بدون ما يبقى حاجه من ضمن الحاجات اللي هتدخل في الامتحان او الكورس عامه. لكن هشرح لكم الموضوع ازاي ندخل الاحمال بتاعه السايزميك او الويند لودز على المباني دي ان شاء الله. طبعا هو لسه ده كله بيحل، لان المبنى دلوقتي العدد بتاع الادوار بتاعته كده. طيب، عقبال لما يخلص حل عايز اسالكم سؤال. دلوقتي انا كواحد بيحط ستاتيكال سيستم للمبنى ده، ماشي؟ البلاطات سهل ان انا احدد التخانات بتاعتها، قلنا بالاسبان على كذا والاسبان على كذا والكلام ده. طيب الحوائط والاعمده، اقول التخانه بتاعت الحيطه 25 سم ولا 30 سم ولا 35 ولا 40؟ اقول الابعاد بتاعت العمود 25 في 60 ولا 30 في 80 ولا كام؟ الحته دي بما ان انا لسه ما حلتش المبنى، انا لسه بحط سيستم للمبنى، حد عنده تصور ابعاد الاعمده دي اجيبها تقريبا ازاي؟ تخانات الحوائط اجيبها تقريبا ازاي؟ هو ممكن يعني نشوف العمود دوت مثلا شايل قد ايه، ومن معادلة مثلا النورمال فورس اللي هي الاكسيال فورس يعني، ممكن يعني نعمل له كأبعاد استيميشن يعني كده حاجة ممتاز. فرضية يعني. جميل. ده اللي فعلا احنا بنحتاج ان احنا نعمله في الاول، ان احنا نعمل ايه؟ نمسك كل عمود من دول نشوفه تقريبا شايل حمل قد ايه من السلاب. طب ده ما اقدر اعمله ازاي يا جماعه؟ عندي طريقتين. اما ان انا اروح اعمله بالاريا ميثود. يعني ايه بالاريا ميثود؟ يعني اجي كده هنا اقول والله بصوا، اما كل عمود، العمود ده شايل تقريبا نص المسافه ما بينه وما بين العمود اللي بعده، فاقوم جاي كده عامل خط من نص المسافة بتاعة العمود ده لنص المسافة بتاعة العمود ده. يعني خط كده في النص بين الاتنين، تمام؟ طيب نفس الكلام في الحتة دي، العمود شايل تقريبا نص المسافة ما بين العمود ده واللي بعده، فأقوم جاي والله عامل خط تقريبا في نص المسافة بين العمودين دول، شكله عامل كده. طيب نفس الكلام تحت، تقريبا العمود ده شايل النص ده تقريبا، الكلام ده بالتقريب، وهو كلام مش شرط خالص انه يبقى صح. ليه؟ لان هنا في حيطه وهنا في حيطه، فاكيد العمود ده مش شايل كل المسافه دي، بس انا بقول بالتقريب. طيب وهنا تقريبا هو شايل نص المسافه بينه وبين الحيطه، فاقوم عامل خط كده في النص بين الاتنين دول. خلينا نعمل كده. إذن العمود ده تقريبا شايل المساحة اللي موجودة قدامنا دي. طب أنا بقى عندي أريا، بقى عندي المساحة دي، المساحة دي أبعادها كام في كام؟ المساحة دي 4 متر 40 في 7 متر 30. يعني العمود ده تقريبا شايل 4 متر 40 في 7 متر 30، يعني شايل له حوالي 32 متر مربع. طب ده في الدور الواحد شايله 32 متر مربع. طب وزن المتر المربع في حدود قد إيه؟ هنقول والله احنا عندنا بلاطه 20 سنتي، يعني 0.2 متر في 25 اللي هي الجامه بتاعت الخرسانه، يعني 5 كيلو نيوتن على المتر مربع، ده وزن البلاطه. عندي فوق البلاطه فلور كفر 2، عندي حوائط 3، عندي لايف لود 2، يعني تقريبا المتر المربع الواحد عليه 12 كيلو نيوتن من البلاطه باللايف لود بالفلور كفر. نزود ده في حدود 15 او 20% علشان كأني هاخد الأعمدة والكورز والشير وولز أسيحهم على البلاطة. يعني كأني هقول وزن الأعمدة والكورز والشير وولز هسيحه على البلاطة، فيزود لي تقريبا الوزن حوالي 15-20%. إذا المتر مربع الواحد عليه 13.8 كيلو نيوتن.
طب هو العمود ده شايل قد ايه؟ شايل 32 متر مربع، يبقى تقريبا في الدور الواحد شايل له 440 كيلو نيوتن، يعني 44 طن. طب انا عندي 15 دور، يبقى هضرب في 15، يبقى العمود ده شايل في ال 15 دول 6600 كيلو نيوتن. اقدر اخد الكلام ده بالمعادله البسيطه بتاعت البي التيميت ليميت 0.35 الاي سي في الاف سي بلس 0.67 الاي اس في الاف يلد، واروح اطلع من هنا اسيو مثلا نسبه تسليح 1% ولا حاجه ولا 1.5%، واروح اطلع ابعاد الخرسانه المحتمله بتاعه العمود ده قد ايه. انا ما بقولش ان دي ان ده التصميم بتاع العمود ولا ان دي الابعاد النهائيه بتاعه العمود، بس تبقى دي الابعاد بتاعه العمود اللي ادخل بيها جوه ال 3 دي موديل. يعني اروح على العمود ده اعرفه ان هو ابعاده مثلا 40 سنتي في متر 20، مش ال 25 سنتي في 60 اللي احنا حاطينهم دلوقتي. تمام؟ فالكلام ده المفروض ان هو يتعمل بالاريا ميثود على كل الاعمده. فالاريا ميثود حل، ولكن انا بفضل حل تاني بقى. ايه هو؟ ان انا قبل ما اروح اعمل ال 3 دي موديل اروح على البلاطه اللي عندي واعمل لها موديل ايا كان ايتابس او ساب او سيف. اعمل لها موديل لوحدها كده، موديل سريع جدا، احط فيه التخانه بتاعت البلاطه، احط فيه الاحمال اللي انا عارف انها هتبقى موجوده، واحل الموديل ده ممكن على الايتابس على فكره، واطلع رياكشن العمود كل عمود من دول. كده هيبقى الرياكشن ده بتاع دور واحد. اخد الرياكشن ده اضربه في عدد الادوار، جبت كل عمود من دول عليه حمل قد ايه، وابتدي اعمل نمذجه للاعمده. يعني انا عندي مثلا في البلان في 30 عمود، مش هعمل كل عمود بابعاد، لا ابتدي اعمل نمذجه. يعني ايه نمذجه؟ يعني ابتدي اقول والله مثلا انا عندي الاحمال اللي موجوده من اول 500 كيلو نيوتن لغايه 5000 كيلو نيوتن، فاقول مجموعه الاعمده اللي احمالها من 500 ل 1000 انا هصممها بالبي التيميت ليميت على ال 1000، ويبقى كل الاعمده دي على القطاع اللي يستحمل ال 1000. مجموعه الاعمده اللي من 1000 ل 2000 على القطاع اللي يستحمل ال 2000، ومن 2000 ل 3 على القطاع اللي يستحمل ال 3 وهكذا. فيبقى عندي في البلان 6 أو 7 نماذج، مثلا 8 نماذج للأعمدة، ما يبقاش كل عمود بقطاع معين. دي اللي أنا عملته، دي حسبة تقريبية، مش هي الحسبة النهائية، مش هي اللي هتقول إذا كانت الأعمدة دي سيف ولا أن سيف. الحسبة التقريبية دي الثمان نماذج بتوع الأعمدة ولا الست نماذج بتوع الأعمدة، هم دول بقى اللي أخدهم أحطهم في الإيتابس، أعرف القطاعات في الإيتابس طبقا للنماذج اللي أنا عملتها. اما ان انا زي ما قلت بعمل الكلام ده بالاريا ميثود، واما ان انا بعمله بموديل ايتابس او سيف صغير وابتدي احط عليه الكلام ده. دكتور معلش، اتفضل. الموديل اللي هو الطريقة التانية، يعني الموديل اللي انا بختاره دوت، القطاعات بتاعت الأعمدة بجيبها منين برضو معلش؟ احطها بقى اي حاجه مش تبقى فارقه معايا قوي. ليه؟ لان دي بتاع الدور واحد، فالموضوع مش هيبقى فارق، قطاع العمود مش هيفرق في دور واحد زي ما يكون بيفرق معايا في 15 دور. فانا ما عنديش حاجه اكتر من كده، يعني ما اقدرش اعمل حاجه اكتر من كده. خد بالك احنا اللي بنعمله حاجه تقريبيه، لكن التصميم هيحصل في الموديل اللي موجود قصادنا دلوقتي، فاهمني؟ فالعمود ساعتها حطه اي حاجه، حطه مثلا 30 سنتي في 80 سنتي. تمام، شكرا حضرتك. ده تقريبي، كل اللي بعمله تقريبي. لكن وانس بقى ان انا طلعت بقطاعات معقوله وابتديت احطها جوه موديل الايتابس دلوقتي، هي دي بقى اللي احنا هنصممها. ماشي؟ طب التصميم طلع ان القطاعات دي الحديد بتاعها مش هيستحمل، زاد عن الماكسيمم مثلا لاي سبب من الاسباب، انا مش عايز اعمل القطع كده، ارجع اعدله وارجع ادخل تاني في موديل الايتابس واحل تاني. ما خلاص الموضوع بتاع الحل هياخد دقيقتين ثلاثه، فمش ازمه. تمام؟ طيب ده كده الشكل بتاع المبنى بعد ما عملنا الرن. تمام؟ اقدر دلوقتي مثلا اجي اتفرج على اي حاجه، يعني مثلا تعالوا نبص على القطاعات بتاعه الاعمده اللي انا كنت معرفها. طبعا دي مش تنفع خالص، 25 في 60 دي في مبنى زي ده مش هتنفع خالص، فلازم اعمل اللي احنا قلنا عليه من شويه. فامسك مثلا الاعمده دي، عايز اشوف والله النورمال فورس اللي على الاعمده من الكيس بتاعه الديد لود. ابتدي الاقي ان العمود اهو زي ما شايفين فوق النورمال فورس قليله، بتكبر تزيد 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 لغايه لما نوصل لتحت اكبر نورمال فورس. اقدر اشوف المومنتس بتاعه الاعمده، اقدر اشوف الكومبينيشنز، اروح اعمل بقى الكومبينيشنز بتاعه الديد واللايف. تمام؟ والله انا عايز اعمل 1.4 الديد لود بلس 1.6 اللايف لود. ابتدي اخد الديد لود اضربه في 1.4، ابتدي اخد
الفلور كفر في 1.4، بدي اخد الوولز في 1.4، كل دي احمال ديد، بدي اخد اللايف لود في 1.6. يبقى انا كده عملت الكومبو اللي انا هصمم عليها. اقدر اروح هنا مثلا امسك العمود اكسيال اهو، كومبو 1.4 ديد 1.6 اللايف. تعالوا مثلا نشوف اكسيال فورس اهو. تعالوا مثلا نشوف هنا العمود اللي انا كنت بتكلم عليه اللي هو في الاوتوكاد، كان العمود ده، العمود من 3 اعمده موجودين على اللاين ده اللي هو العمود اللي في الوسط، فده العمود اللي في الوسط. تعالوا بقى نروح للعمود ده كده نشوف الحمل بتاعه كام. تمام، طيب ده كده الحمل بتاعه 4223. ماشي، اللي انا كنت حاسبه بالاريا ماسود كده بسرعه 6000. طب الفرق ده جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه ان الاريا ماسود ما هياش حاجه صح قوي، لسبب ان انا مثلا جيت هنا قلت والله العمود هيشيل نص المسافه ما بينه وما بين العمود ده، مقبول. نص المسافه بينه وبين ده، ماشي. نص المسافه بينه وبين ده، معقول. لكن ما بينه وما بين ده هو مش هيشيل نص المسافه فعلا. ليه؟ لان عنده حيطه زي الدهيه هنا، كل الاحمال اللي موجوده في المنطقه دي راحت للحيطه دي، وحيطه زي الدهيه هنا، فالاتنين دول الحيطه دي والحيطه دي كانهم عاملين مع بعض كولوم ستريب قويه شكلها عامل كده. تمام، وبالتالي هو فعلا العمود ده لو هيشيل يشيل تقريبا نص المسافه بينه وبين الكولوم ستريب القويه اللي موجوده هنا، فتلاقي الخط ده اترفع منك شويتين لفوق كده، تقريبا دي المساحه اللي العمود هيشيلها، مش من سنتر بينه وبين العمود اللي بعده. تمام، فعشان كده الاريا ماسود زي ما بقول هي مش طريقه كويسه، هي طريقه تقريبيه جدا جدا جدا، وممكن تطلع ارقام بعيده. لكن لو انا عملت بقى موديل ايتابس او ساب او سيف في الاول لدور واحد، وعرفت القطاعات بتاعه الاعمده ايا كان ايه هي، عرفتها اي حاجه، وابتديت احل الدور ده، ساعتها لما اجي احله واخد ده اضربه في عدد الادوار واطلع الحمل بتاع العمود كام، واحط القطاع بتاع العمود ده في الموديل ال 3 دي بتاع المبنى كله، ساعتها الاقي ان الفرق مش هيبقى كبير، الاقي ما بين اللي انا حسبته بالدور الواحد في عدد الادوار وما بين اللي طلع لي هنا في الايتابس موديل، ممكن تلاقي الفرق 10%، يبقى فرق مقبول. لكن انا هنا عندي الفرق واصل 30%، عشان كده الاريا ماسود بقول ان هي مش احسن حاجه، فالافضل ان يتعمل موديل واحد لدور واحد في الاول ويتاخد يتضرب في عدد الادوار. هتيجي واحد يقول لي طب افرض بقى دلوقتي ان انا عندي الدور الارضي مختلف والدور الاول مختلف واحمالهم مختلفه وتقسيمتهم مختلفه، طب ساعتها هعمل ايه؟ هقول لك اللي انا بعمله بموديل دور واحد واضربه في عدد الادوار هو ستيل حاجه تقريبيه، انا ما بقولش ان ده تصميم. بس انا لما يبقى عندي عماره 15 دور منهم 10 ادوار تيبيكال، وانا مثلت الدور التيبيكال ده واخدت الحمل بتاع العمود ضربته في ال 15 دور، وانا عندي منهم 10 تيبيكال وخمسه مختلفين، مفيش مشكله. ما هو القطاع بتاع العمود اللي هيطلع اللي انا هحطه في ال 3 دي موديل لل 15 دور مش ازمه. في خمس ادوار مختلفين، بس الاختلاف ده هيبقى ايه، 10% 15%؟ مفيش مشكله. تاني، انا بعمل حاجه تقريبيه لغايه لما اعمل تصميم، بعد ما اعمل تصميم خلاص انا ملتزم بالابعاد اللي انا هطلعها من التصميم. لو حد عنده اسئله يبقى. طيب جميل ممتاز. طيب كفايه كده النهارده، احنا اتعلمنا النهارده ازاي نعمل 3 دي موديل، ازاي نحط الاحمال الفيرتيكال، ازاي نعرف القطاعات بتاعه البلاطات او الكمرات او الاعمده او الحوائط، ازاي نعمل الميشنج. تمام، وبالتالي كده انا اقدر اعمل اي 3 دي موديل بقى، يعني اي 3 دي موديل اقدر اعمله. الفرق كله هيبقى في ايه؟ هيبقى في شكل البلاطه، بلاطه مش مستطيله، بلاطه ابتدينا ندخل في اشكال غريبه شويه،
زي بقى اللي احنا عملناه قبل كده في الايتابس وفي السيف في البلاطات، احنا بنظبط الدي اكس اف فايل وبناخده هنا، وعن طريق الموديل اكسبلورر نقدر نظبط اللي احنا عايزينه في الارياز. دكتور صح، اتفضل. عندي بس حضرتك يعني بعد اذن حضرتك عندي سؤالين. اتفضل. اول سؤال، يعني ايه الانظمه المختلفه اللي انا ممكن اعملها عشان اعمل ادخل الثبات بتاعت السلم معايا في الموديلنج؟ ماشي. والسؤال الثاني، ازاي ان انا اعمل بلاطه متشال على بلاطه تانية؟ يعني ايه بلاطه متشاله على بلاطه؟ يعني مثلا في السلم لو عايز مثلا ماشي. اشيل البلاطه بتاعت السلم على بلاطه الدور، ده انفذها ازاي؟ حلو. بص، كده كده انت لو مسكت اي بلاطتين مع بعض فهو اوتوماتيك هيبتدي يربط الاثنين مع بعض عن طريق الاستيفنس بتاعتهم، فالبلاطه اللي هيبقى ليها ستيفنس اكبر هي اللي هتشيل البلاطه اللي ليها ستيفنس اقل، او بمعنى تاني الاحمال هتتوزع عليهم بنسب الاستيفنس. فانت لو عايز ترسم السلم في الموديل وتوصله بالبلاطه بتاعه الدور فهو اوتوماتيك، البلاطه بتاعه الدور لو هي اقوى من البلاطه بتاعه السلم تبقى الاستيفنس بتاعتها اعلى، وبالتالي هي اللي هتشيل حمل اكتر من البلاطه بتاعه السلم. ولكن احنا ما بنفضلش في السلالم خالص ان احنا نرسم السلم في الموديل، لان هو بيبقى حاجه معقده جدا ملهاش لازمه، مش هتضيف اي حاجه، بالعكس هتعقد الموديل وهتخلي الموديل ياخد مني اصلا وقت اكتر في ان انا ابلد الموديل. فدايما السلالم بنعمل فيها ايه؟ بنعمل فيها حاجه من الاثنين، اما ان انا بسيب البلاطه بتاعه السلم بدل ما اعملها فويد اخليها بلاطه عاديه خالص في الموديل واحط عليها الاحمال بتاعتها، ويبقى ده كانه تعويض عن السلم، لان انا لما اجي ابص على السلم هو السلم فعلا عباره عن بلاطه، ممكن تبقى بتخانه مختلفه فاعرفها بتخانه مختلفه بس اعملها بلاطه. ليه؟ لان انا عندي القلبه دي بتاعت السلم والقلبه دي والقلبه دي والقلبه دي اللي هما موجودين بين الدورين في الاخر هم عباره عن بلاطه، كان الحته دي فعلا فيها بلاطه. مع ان انا في ال 3 دي موديل بيبقى اللي انا مهتم بيه اكتر هو الاوزان بتاعة البلاطات وتأثيرها على الفيرتيكال اليمنتس. فأنا يهمني إن أنا أقوم حاطط السلم ده كأنه وزن، هو ده المهم، هو ده اللي هيفرق في تصميم الكور أو في تصميم الأعمدة، إن أنا أحطه كأنه وزن. ده أحد الحلول، إن أنا بدل ما أحطها فويد أحطها بلاطة. في حلول تانية. بعد اذن حضرتك يا دكتور، قبل ما نخش بس في الحلول التانية، طيب بالنسبة اتفضل. للحل دوت، لو عندي فويد مثلا في النص كده، فتحة مصعد يعني زي اللي موجودة في الشيت، ماشي. أحط برضك ما يعني أكمل الحتة دي كلها على إنها سلابة، ولا أدخل الحتة دي كفويد برضه؟ والله المفروض تدخلها كانها فويد، لكن لو سبتها كانها بلاطه في الاخر ده مور كونسرفاتيف. يعني انا لو عندي مثلا مساحه السلم ده 20 متر مربع وفي النص فويد مساحته 2 3 متر مربع، والله لو خليت البلاطه كلها بدون الفويد يعني كانها كلها 20 متر مربع انت كده مور كونسرفاتيف، لكن الصح ايه؟ الصح ان انت تدخلها كانها فويد. تمام. طب بالنسبة بقى للأحمال اللي هتبقى على البلاطة ديت، أدخلها زي الكود اللي في مصر السلم ده؟ احمال السلم اللي هي ايه؟ وزن البلاطه نفسها، فانت دخل البلاطه بالتخانه بتاعت السلم، يعني لو السلم مثلا تخانته 25 يبقى دخل البلاطه 25. الفلور كفر، طيب الفلور كفر اللي هيبقى على السلم اللي هو وزن التشطيب بتاع السلم والرخام والكلام ده، نقول مثلا 2 كيلو نيوتن على المتر مربع. واللايف لود اللي على السلم، لو المبنى ده مبنى سكني يعني اللايف لود بتاعه 2، السلالم بتبقى اكتر شويه فبتبقى 3، فساعتها ندخل اللايف لود اللي على الاريا دي 3. طبعا طبقا للكود المصري، الارقام اللي انا بقولها دي طبقا للكود المصري. هو هي مكتوبة 3، بس تمام. المعيد قال لنا تقريبا يعني كحل تقريبا ممكن ناخدها بخمسة لايف لود حاجة كده. بص، هي طالما ان هي بالزياده فانت مور كونسرفاتيف فما فيش مشكله، لكن دي يعني ايه الحاجات دي انا ممكن انسى او المعيد ممكن ينسى، يعني انا الكلام اللي انا بقوله الثلاثه دي ما هياش يعني مش لازم خالص تبقى هي اللي صح. احنا نفتح هي الكود موجودة في الكود يعني شفتها. اعتقد هي ثلاثه يعني، بس نفتحه ونتاكد يعني. حضرتك هي 3. طيب تمام خلاص يبقى هي ثلاثه.
يعني هتلاقوا غالبا المباني السكنية السلالم 3، المباني اللي بيبقى فيها لايف لودز أعلى السلالم بتبقى 5. يعني هنا خلينا نبص في المباني السكنية، السلالم 3 كيلو نيوتن على المتر مربع. المباني الإدارية عشان اللايف لودز تبقى أعلى شوية السلالم بتبقى 4. مستشفيات مثلا تلاقوا السلالم بـ4، كليات زي عندنا كده السلالم بـ4، تمام. أغلب الحاجات الفنادق السلالم بـ4، مسارح والسينما السلالم بـ6، تمام. فالمباني السكنية السلالم بـ3، الإدارية السلالم بـ4. لو اتاخدت بقى مكان الـ3 اتاخدت أربعة في الآخر، أنت مور كونسرفاتيف فما فيش مشكلة يعني. لكن لو عايز تصميم مظبوط أحمال مظبوطة يبقى اتاخد بـ3. طيب خليني أقول طريقة شكرا. تانية، العفو على إيه تحت أمر. طريقة تانية إن أنا ممكن أعمل إيه؟ أنا ممكن آخد السلم أحله، يعني أشوف تعالى مثلا نتكلم سلم زي ده إحنا هنشيله إزاي؟ طيب أنا والله سلم زي ده هقول والله القلبة دي هشيلها كده على الحيطة دي من فوق وعلى الحيطة دي من تحت كده، وان واي كده. القلبة دي هشيلها كده على الحيطة من فوق وعلى الحيطة من تحت، والحتة اللي فيها فويد دي اللي فيها المدخل بتاع الباب هعمل فيها كاميرا، اعمل كاميرا كده يبقى السلم محمل على الكاميرا دي، تمام. الشريحة دي الحتة الصغيرة دي هشيلها على الشريحتين الرئيسيين، والحتة الصغيرة دي اشيلها على الشريحتين الرئيسيين. انا هشيل السلم كده، اخد السلم ده احله بره على ايدي، يعني امسك الشريحه دي دلوقتي احلها الاول الشريحه الصغيره واجيب احمالها واعكسها على الشريحتين الكبار، واخد الشريحتين الكبار دول احلهم واطلع الرياكشن بتاعهم اللي هيتعكس على الحيطه هنا والرياكشن بتاعهم اللي هيتعكس على الحيطه هنا، تمام. طبعا لما باجي احل شريحه السلم بحل الشريحه بير متر، فانا هبقى مطلع الرياكشن اللي هيتعكس على الحيطه هنا واللي هيتعكس على الحيطه هنا بير متر، تمام. طب انا عندي الحته دي قد ايه؟ يعني الحته اللي قدام السلم خلينا اقول كده هنا المسافه دي كده عرض الشريحه دي 2 متر 70، وانا مطلع مثلا ان المتر الواحد من ال 2 متر 70 ده جاي له من السلم وليكن 20 كيلو نيوتن بير متر. عايز احط الكلام ده في الموديل، اروح على الاي تابس، ابدا في كل دور بقى، اجي في الدور الاول تمام، هقوم جاي هنا. طب انا عايز احط هنا على 2 متر 70 10 كيلو نيوتن ولا 20 كيلو نيوتن بير متر، طب اعملها ازاي دي؟ افتح الموديل، اروح ارسم فريم، بس اخلي القطاع بتاع الفريم ده، نعمل قطاع جديد مستطيل ونسميه دامي، حاجه ملهاش لازمه يعني، حط الابعاد بتاعته حاجه صغيره قوي ملي في ملي عشان ما ياخدش وزنه، ده كده مجرد خط اعرف احط عليه حاجه. دكتور، ما كانش ينفع نستخدم نون؟ نان ينفع، نان النان احيانا بس بيعمل شويه ويرنينجز وايرورز يعني، لكن ينفع مش ما ينفعش، ينفع طبعا. وابتدي ارسم هنا 2 متر 70 مش كده بالتقريب طبعا، يعني مش لازم 2 متر 70 بالظبط يعني، اهو انا هنا عملت دامي اليمنت طوله 2 متر 70، اعلم عليه الساين وفريم لودز واحط الحمل عليه. اما بقى ان انا احط يعني اكون حالل السلم الكيس بتاعت الديد لوحدها واللايف لوحدها والفلور كفر لوحدها، وطبعا السلم ما فيش وولز، يعني كل واحده من دول اكون حاللها لوحدها وجايب الرياكشن بتاعها واحطه هنا، واما ان انا اعمل كيس جديده، اروح في اللود باترنز اعمل كيس جديده اسمها ستير، تمام، خليها اذر اي حاجه ثانيه اد اوكي، عملت كيس للسلم، واجي هنا احط اساين فريم لودز ديستريبيوتد، اروح في الستير واحط مثلا 20 كيلو نيوتن بير متر اللي انا عايزه، ويدخل معايا في الكومبنيشن وانا بقول 1.4 الديد 1.6 اللايف، اخد معايا الستير بس الستير داخل فيه ديد ولايف، فبدل ما احطه 1.4 1.6 احط 1.5، مش تفرق بقى دي؟ يعني باخد 1.5 في التوتال لود بتاع السلم.
انا كده دخلت معايا السلم في الكومبينيشن، واعمل واحده زي دي هنا واعمل واحده زي دي هنا. هنا بقى خلاص انا هقوم جاي حاطط كاميرا بين الاثنين دول، اقوم جاي حاطط الكاميرا هنا. اوكي تمام كده. طيب الكاميرا دي طولها مثلا متر ونص مش 2 متر 70، مفيش مشكلة، ممكن نزود جنبها هنا دامي إيليمنت لغاية لما أجيب ال 2 متر 70 عشان أعرف أحط الوزن بتاع السلم على الكاميرا وعلى الدامي إيليمنت، لأن هو بير متر، فأنا عايز أكون مدخل العرض بتاع السلم مظبوط عشان يبقى الوزن اللي أنا حاطه مظبوط. فدي الطريقة التانية، إن أنا أحل السلم بره وأحطه كحمل على الحاجات اللي شايلاه. الحاجات اللي شايلاه دي ممكن تبقى حيطة، ممكن تبقى كاميرا، ممكن لو هو متشال دايركت على البلاطة أعمل دامي إيليمنت في البلاطه برضو واحط عليه الاحمال بتاعه السلم، اي حاجه من الحاجات دي تنفع. طيب حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي موجوده في الايتابس مش موجوده في الساب، ان انا لما اجي ارسم هنا الكاميرا دي تمام، انا رسمتها لو طلعت الدور اللي بعديها هلاقي الكاميرا مش موجوده تمام. طيب في عندنا هنا ان انا ممكن لما اجي ارسم الكاميرا همسحها، بدل ما دي وان ستوري اخليها اول ستوريز، واقوم جاي راسم الكاميرا في الدور ده. فلما ارسم الكاميرا في الدور ده اطلع فوق هلاقيها اترسمت في كل الادوار اللي فوق، لان انا عملتها اول ستوريز وبالتالي هي اترسمت في كل الادوار اللي موجوده عندنا. تمام كده. ماشي. في سيميلر ستوريز ان هي تترسم بس في الادوار اللي زي بعض. ماشي. طيب بس تاخدوا بالكم بقى عشان دي بتبوظ الدنيا يعني. يعني ايه؟ انا مثلا جيت ارسم الكاميرا دي فعملتها اول ستوريز فاترسمت في كل الادوار. جيت مثلا الحيطه دي انا عايز اشيلها من الدور ده، فرحت جاي هنا معلم عليها وانا مش واخد بالي ان عامل اللي تحت دي اول ستوريز، ورحت عامل ديليت. تمام. فهلاقي ايه اللي حصل؟ هلاقي ان الحيطه بتاعت الكور اتشالت في كل الادوار مش في الدور اللي انا فيه بس. فناخد بالنا احنا عاملينها وان ستوري ولا اول ستوريز. ماشي. طيب حد عنده اي اسئله؟ اه دكتور بعد اذنك معلش، هو لو عندي حوائط اعملها لاين لود احسن ولا سايحها واحملها على البلاطه كلها؟ طيب انت رايك ايه الادق؟ بصراحه ان انا احملها لاين لود. طبعا مفيش كلام، الادق ان انا احمل الحوائط دي از ان هي لاين لود. ماشي. الاسرع في الحسابات ان انا اسيحها واحطها كانها حمل موزع، ولكن نيجي لنقطتين بقى. النقطه الاولانيه هو لو انا حملتها لاين لود هو ده ادق. اه طبعا ادق، بس خد بالك احنا في الفلات سلاب اللي بيبقى فيه من ضمن الحاجات اللي المهندس لازم يبقى حاططها في اعتباره، انا اصلا ببقى عامل فلات سلاب علشان اسيب فليكسيبيليتي في الحته بتاعت الحوائط، ان انا لو حبيت انقل الحيطه من مكان لمكان تاني، ماشي، حبيت افتح اوضتين على بعض، حبيت اغير تقسيمه الحوائط الداخليه، انا بعملها من عامل فلات سلاب. اذا لازم ابقى واخد في الاعتبار ان حتى الحوائط اللي هي اللاين لودز اللي محطوطه دي هي مش صح ان هي تبقى كده بس. فبنقول ايه؟ بنقول ان في المباني اللي انا عارف ان ممكن يحصل فيها تغييرات في الحوائط ميل للمباني السكنيه، لا انا بفضل ان انا احطها ديستريبيتد لود عشان انا عارف ان هي ممكن تتغير من مكان لمكان. بس لما اجي احطها ديستريبيتد لود ما اخدش الحوائط احسب اوزانها واقوم مسيحها، لان ده يديني اندر استيميشن للحوائط اللي موجوده. طب ازاي يا جماعه؟ بصوا كده، تعالوا اقول لكم لو احنا عندنا كاميرا عشان تعرفوا الفرق بين الكونسنتريتد والديستريبيتد، وعندنا حمل كده كونسنتريتد في النص. تمام. حلو. المومنت بتاعه هيطلع كام؟ ضيف ال على 4 تقريبا، بي ال على 4. اوكي جميل قوي. طب انا قررت ان انا اسيح الحمل على السبان،
يعني احطه حمل موزع، يعني البي دي بقت بي على ال، كانها اسمها دبليو بي اوفر ال. ماشي حلو، ده حمل موزع. المومنت بتاعه يطلع كام؟ مش بيطلع دبليو ال سكويرد على 8؟ شيلوا الدبليو وحطوا مكانها بي على ال، يطلع المومنت ده بي ال على 8. حد متخيل يعني ايه؟ المومنت طلع اقل، طلع النص. يعني انا لما شلت الكونسنتريتد لود اللي موجود في النص وحطيته حمل موزع بنفس القيمه بتاعته، المومنت طلع النص. طبعا دي اسوأ حاجه ممكن تحصل، ان انا احول كونسنتريتد لود في النص لحمل موزع. فاسوأ حاجه ان المومنت يتضاعف، لان طبعا لو الحمل ده مش موجود في النص لو قريب من السبورت تلاقي الفرق ده قل، مثلا بقى زياده 10%، لو في الربع تلاقي مثلا بقى 50% وهكذا. فاسوأ حاجه ان هو يبقى الضعف. ماشي، فانا بعمل ايه في المباني السكنيه؟ باخد الاوزان بتاعه الحوائط اللي عندي، اجمعها واسيحها على الاسبان فعلا، بس بعد ما بجمع واسيحها على الاريا، بعد ما بسيحها على الاريا بزود القيمه دي 50%. يعني لو جمعت الحوائط وقسمتها على المساحه طلعت عندنا مثلا 3 كيلو نيوتن على المتر مربع، بقوم انا واخدها 4.5. يبقى انا كده عامل في حسابي ايه؟ ان انا لو الحوائط دي اتشالت من اماكنها واتحطت في اماكن تانيه انا واخد ده في الاعتبار، وفي نفس الوقت انا ما سيحتهاش وخلاص، ده انا سيحتها وزودتها 50%. تمام، لان اكيد مش كل الاماكن هيبقى الحوائط جايه في نص الاسبان بالظبط، يعني حاجات هتبقى في الربع وحاجات جنب الاعمده وهكذا. دكتور ده لا هو مش 50% كتير ولا؟ انت شايف هو الرقم قدامك، قول لي انت كتير ولا لا. لا تمام. هو ممكن يوصل للضعف، هو 50% مش كتير. ماشي، طيب ده اللي انا بعمله عاده في المباني السكنيه، بحيث ان انا ابقى سايب فلكسبيليتي لان احنا نشيل الحيطه ونحطها في حته تانية وهكذا. طيب عايز اقول حاجه، هو الناس اللي بتاخد الحوائط وتقسمها على المساحه وخلاص بدون ما تزودها، هل ده هيعمل كارثه في المبنى بعد كده؟ لا مش هيعمل كارثه ولا حاجه. ليه؟ لان مش كل الناس هتيجي تغير الحوائط بتاعتها اللي جوه الشقه، واللي هيغير جوه الشقه فمش هيغير كل الحوائط بتاعته هو، يعني لو هيغير هيغير اوضتين اوضه لكن مش هيغير كل الحوائط بتاعته. وبالتالي لو انا حتى ما اخدتش ال 50% خدتها 10% ولا 20%، ماشي اتس اوكي، برضه هتمشي، يعني مش هيحصل حاجه. ماشي، فالحته دي بتاعت الحوائط ان هي تتاخد حمل موزع في المباني السكنيه افضل واسرع كمان في الشغل. لكن تعالوا بقى نروح لحاجات تانيه. انا مثلا دلوقتي بعمل مستشفى، حلو، طيب المستشفى دي فيها منطقه مثلا فيها ريسبشن كبير واسع قوي مفيهوش حوائط خالص، بعدين جنبيه اوض كلها حوائط، بعدين في حته تانية الحوائط مش طوب، دي بارتيشنز جيبسون بورد مثلا، حلو. انا هنا بقى لما اجي اسيح الحوائط على الاريا، لا انا كده الموضوع ما بقاش فير خالص، مش هينفع اروح على ريسبشن مثلا مساحته 200 متر مربع ما فيهوش حوائط واقوم اسيح الحوائط بتاعه الدور كلها فيقوم ده جاي له وزن للحوائط. ما هو ده مش موجود. ومش موجود دلوقتي ومش هيبقى موجود بعد كده. لان انا مش هاجي في الريسبشن بتاع المستشفى اجي في وقت ما اقول والله هعمله اوض، تمام، ولا هاجي في الاوض اللي هي اصلا معموله ومعمول لها السيستمز بتاعه الكهرباء ومعمول لها السيستمز بتاعه التكييف ومعمول لها الوصلات بتاعه الاجهزه بتاعتها على اساس ان كل جهاز هيبقى في المكان ده. مش حاجه كمان سنتين اقول لا والله الاوض دي كلها على بعض كده انا هقلبها مثلا اخليها مطعم، مش هيحصل. تمام، ليه؟ لان ساعتها الموضوع مش التكلفه الانشائيه، الموضوع تكلفه الحاجات التانيه اللي هتتغير عشان استخدام الاوض ده يتغير، ممكن يبقى 10 اضعاف التكلفه الانشائيه. فاهمني؟ ففي المباني اللي زي كده لا خلاص انا احط الحوائط لاين لود، ابقى بعمل حاجه اكيوريت وانا كده كده عارف ان الاماكن بتاعه الحوائط دي مش هتتغير قدامي. فلو عندي مباني بقى زي المستشفيات مثلا، زي السينما، المسارح، زي المصانع، الحاجات اللي هي كده كده التقسيمات بتاعتها انا عارف ان هي مش هتتغير قدام، خلاص احطها لاين لود. في ناس بتستسهل طبعا وتروح تحطها حمل موزع، بس ابقى عارف ان انا بعمل حاجه ابروكسيمت، انا مش بعمل حاجه اكزاكت.
لكن في الحاجات دي الاكزاكت طبعا ان انا احطها لاين لود. مباني السكنيه بس هي اللي ممكن احطها حمل موزع للتسهيل. تمام؟ تمام يا دكتور، شكرا، واضح. عفوا عليك. طب معلش يا دكتور، هو مثلا الميد تيرم ممكن يجي ازاي؟ اه حلو يا عم، لسه هنتكلم بعدين. ماشي، بص الميد تيرم هيجي ازاي؟ احنا هنعمل حاجتين. ماشي؟ الحاجة الأولانية هنعمل نتفق بس على ميعاد، ممكن مندوب الدفعة يعني يختار لكم ميعاد، أنا مش لازم خالص جوه الأسبوع بتاع الميد تيرم عشان باقي المواد، ممكن نخليه الأسبوع اللي بعد الميد تيرم. حلو، نتفق على ميعاد لمدة مثلا نص ساعة أو ساعة إلا ربع، خلينا نقول ساعة إلا ربع، هعمل لكم فيه مسألتين أو ثلاثة بحيث إن كل واحد يبقى بيحلهم في الفترة دي. ماشي؟ ويديني، هبقيل له أرقام معينة يطلعها لي من الموديل ويديها لنا ويبعتها لنا، يعني نسبميت الكلام ده بعد وقت الامتحان ما يخلص. هنسبميت الكلام ده في اكسل شيت كده، وهنبعت كمان الموديل وهنصحح الكلام ده. ماشي؟ ده هيبقى مسائل اللي هي يعني حاجه زي الحاجات اللي كانت في الاول، بيم، فريم، فريم في لينك ممبر، حاجه بالمنظر ده اللي هي ينفع تتحل في وقت قليل، اطلع قيمه مومنت، اطلع رياكشن، عشان بس اطمن ان كل الناس اشتغلت، مفيش حد بيسمع المحاضرات وخلاص. طيب والنص التاني هنعمله ان هو زي بروجكت صغير، ماشي، زيه زي الاساينمنتس، هتعملوه وتسلموه للمعيدين في اي وقت بقى. تمام؟ والنص اللي هو الصغير ده اللي هو يعني هو مش بروجكت صغير، انا اسف، يعني هو البروجكت اللي احنا هنعمله، فده هنتفق على ميعاده بس بعد ما نخلص ال 3 دي موديلنج ان شاء الله، يعني اعتقد بعد اسبوعين من النهارده هنعمل بقى المبنى وندخل عليه الاحمال، وهنطلب منكم شويه طلبات فيه تاخدوا وقتكم فيه عادي خالص كانه بروجكت ويتسلم للمعيدين. الاثنين دول هم دول اللي احنا هنحط عليهم درجه الميد تيرم، البروجكت وشويه المسائل الصغيره اللي انتوا هتحلوها في ساعه الا ربع مثلا. تمام يا دكتور، شكرا. لو حد عندكم ليه اي استفسار او اقتراح بالنسبه للموضوع يقول. هي الفكره في ايه بقى يا جماعه؟ ان انا عايز اطمن ان الناس حلت بايديها، وبالتالي ده لازم يبقى امتحان. يعني انا مش هجيب لك امتحان طويل، انتوا عارفيني يعني مش هجيب امتحان طويل، لكن هجيب مسائل عاديه خالص بس اطمن ان اللي قدامي ده حل بايده، عمل الموديل بايده. مع البروجكت الكبير اللي انت مثلا هتقعد تشتغل فيه يعني اسبوعين ولا حاجه، هتدي بقى مثلا الاسبوع الاولاني 4 5 ساعات والاسبوع الثاني 4 5 ساعات، يعني هتحط لك فيه مثلا 10 ساعات شغل ولا حاجه ونطلع منه شويه نتائج، ده هيبقى مفيد جدا 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 ليكو. غير الدرجات بقى، مفيد جدا ليكو ان انت عملت 3 دي موديل، دخلت عليه احمال، طلعت نتائج، ابتديت تعرف تدخل هنا تطلع ايه وهنا تطلع ايه. ماشي؟ ده هيفيدنا جدا في البروجكت الكبير بعد كده لما تيجوا ان شاء الله السنه الجايه تعملوا بروجكت. ماشي؟ ويبقى انا برضو اطمنت ان انتوا يعني بقيتوا فاميليار بالكورس اللي احنا بندرسه يعني. تمام؟ تمام يا دكتور، شكرا. انا طبعا مش هديكم محاضره الجمعه اللي جايه عشان ده انتوا عندكم امتحانات ميد تيرم، صح؟ اه بالظبط يا دكتور، الجمعه الجايه نبدا. فما فيش مشكله، مش هناخد الجمعه اللي جايه. طيب يعني باعتبار ان ده ماشي، والجمعه اللي بعدها عندكم امتحانات ولا تكون امتحانات خلصت؟ لا ده بالنسبة لي عندنا يعني عندكم الجمعتين امتحانات؟ انا من الجمعة للجمعة. طيب ممكن المرة اللي بعدها نخليها في وسط الأسبوع، يعني ممكن نخليها يوم الحد مثلا أو الاثنين، بحيث إن احنا نبقى بعيدنا عن الامتحانات بتاعة الميد تيرم خالص. ماشي؟ تمام يا دكتور. طيب خلاص، خير، خلاص نتفق عليها ان شاء الله. يلا بالتوفيق. دكتور صح، اتفضل. في الموديل اللي حضرتك لسه حله معانا دلوقتي، ما عملناش موديفيكيشن للكاميرات. معنى الموديفايرز؟
لسه بالنسبة هتكلم على الموديفايرز بقى للكونسول الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، لان الموديفايرز في هنا مش هتتعمل بس للكاميرات، احنا هنعمل موديفايرز للسلابز وللبيمز وللكولمز، فان شاء الله المره الجايه هنتكلم على موضوع الموديفايرز. طب بالنسبة